كده الريكورد بدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله عندنا اول ليكتشر في الجزء الثاني من الميكانكس، هندرس فيه ان شاء الله البارت 2 اوف ميكانكس. حضرتك درست بارت 1 اللي هو بيدرس الاستاتكس او لستادي ذا فينومينا اوف ايكوليبريم اوف بارتكلز اند بوديز. ان شاء الله النهارده او في الترم الثاني هندرس بارت 2 اللي هو العكس بتاعه تماما، الداينامكس ستادي the phenomena of motion of particles and bodies. طبعا الكورس بتاعنا الترم ده مخصص على دراسه الداينامكس اوف particles. particles يعني point without any dimension او point with neglected dimension. يعني حتى لو بندرس جسم كبير مثلا عربيه بتتحرك، العربيه دي هنعتبر ان ملهاش ابعاد في المجال اللي هي بتتحرك فيه، بتتحرك في region او في مجال او في دومين واسع جدا، بحيث ان الدايمنشنز بتاعتها كان بي نيجلكتد وبالتالي كان بي تريتد از اي از اي بوينت. فاحنا الكورس بتاعنا كله مركز على الداينامكس اوف ايه، الداينامكس اوف بارتكل، الداينامكس اوف بارتكل. الريفرنس ان شاء الله اللي احنا هنشتغل منه باذن الله هيكون نفس المؤلف، هو اللي هو هيبلر الاديشن نمبر 13، الاديشن نمبر 13 بارت بتاعنا اللي هو الداينامكس، بارت بتاعنا اللي هو الايه الداينامكس. اوكي، احنا عندنا هيبلر ده عامل الكتاب بتاعه في صوره 2 بارتس، بارت 1 اللي هو الاستاتكس ده بيبدا من شابتر 1 لحد شابتر 11، وبعد كده بارت 2 ده كتاب منفصل خالص اللي هو الداينامكس، بيكمل الشابترز بيبدا من 12 وبعد كده يكمل 12 13 14 وهكذا. فعشان كده احنا عندنا اول بدايه بتاعتنا هي شابتر نمبر 12 في الكتاب الداينامكس. الداينامكس ده اللي هو الجزء الثاني من الكتاب بتاع هيبلر، بس هنستخدم الاديشن نمبر 13، اديشن نمبر 13. اوكي، ودي متوفره كتير جدا، يعني انت لو عملت سيرش عليها هتلاقيها، زائد ان شاء الله المعيدين هيدوا لكم لينك للكلام دوت، تقدر من خلاله يبقى معاك الايه، يبقى معاك الشغل ده كله. اوكي، فهي نسخه متوفره جدا، ودايما احنا بنختار نسخه تكون متوفره، مش لازم تكون احدث حاجه، لكن غالبا النسخ ما بتفرقش عن بعضها، الاديشنز ما بتفرقش عن بعضها حاجات كثيره، يعني مجرد تبديل اسئله مع اكزامبلز مع بروبلمز مع حاجات شبه كده، لكن المين ثيوري والمين examples and the problems تقريبا ما بتتغيرش. فاحنا ان شاء الله هنشتغل من الاديشن نمبر 13، انا بكرر تاني عشان ما حدش يشتغل من اديشن ثانيه. الاديشن الثانيه بتبقى فيها نفس المسائل ونفس الاكزامبلز والبروبلمز كل حاجه، بس بتبقى الارقام مختلفه، فما نجيش مثلا نقول لك حل المساله رقم 3، حضرتك تحل مساله 3 في اديشن مختلفه تبقى مساله مختلفه خالص. اوكي، فدي ان شاء الله هتبقى متوفره معاك وببساطه جدا. احنا عاوزين بقى نبدا الشغل بتاعنا. طبعا احنا mainly الداينامكس study the phenomena of motion of particles. احنا طبعا هنتكلم على البارتكلز، وزي ما احنا عارفين ان الداينامكس بنقسمها لجزئين اساسيين. الداينامكس عندنا تتقسم ل 2 parts. البارت الاولاني بنسميه كاينماتكس، البارت الاولاني بنسميه كاينماتكس، والبارت الثاني بنسميه كاينيتكس. البارت الثاني بنسميه كاينيتكس. طيب ايه هي الكاينماتكس وايه هي الكاينيتكس؟ الكاينماتكس والكاينيتكس ايه هما؟ قالك بمنتهى البساطه الكاينماتكس study the properties of motion regardless of its reasons. تدرس خصائص الحركه بدون ما تاخد اسبابها في الاعتبار. طب ايه هي خصائص الحركه؟ الـ properties of motion اللي هي الـ velocity والـ acceleration والـ position وتغيرهم مع الـ time. Okay؟ طيب regardless يعني بصرف النظر عن الـ reasons of motion، بصرف النظر عن مسبباتها، مسببات الحركة اللي هي الـ force. فإحنا في الجزء الأول في الـ kinematics، وده هيستمر معانا لحد الـ midterm، يعني نص الترم بتاعنا كله هيبقى kinematics. Okay؟ طيب ده هندرس فيه إيه؟ properties of motion، velocity, acceleration, position and so on. regardless of the reasons of motion من غير ما ناخد مسببات الحركه في الاعتبار اللي هي الفورس. يعني ماليش دعوه البارتكل ده بيتحرك كده ليه، او ايه الفورس اللي زقته ناحيه اليمين، او ايه الفورس
اللي رجعته ناحية الشمال ماليش دعوة، انا يهمني ان انا لو عارف الفيلوسيتي بتاعته ازاي اقدر اجيب الاكسلريشن، ازاي اجيب البوزيشن وهكذا. اوكي ده بارت 1، وده زي ما بقول لحضراتكم هياخد معانا من اول بدايه الترم لحد الميد ترم ان شاء الله. طيب الجزء الثاني في الشغل بتاعنا هيبقى الكاينتكس. الكاينتكس دوت هندرس فيه ايه؟ كاينتكس ندرس فيه الريليشن بتوين ذا بروبرتس اوف موشن اند ذا بروبرتس اوف موشن، ندرس فيه الريليشن او العلاقه بين خصائص الحركه ومسبباتها، ازاي من البروبرتس اوف موشن اقدر اجيب الفورس اللي بتاثر على البادي، او العكس ازاي من الفورس اللي بتاثر على البادي اقدر اجيب البروبرتس اوف موشن. ودي طبعا اشهر صوره ليها اللي هناخدها قدام ان شاء الله، اللي هو نيوتن سكند لو، الفورس ايكوال الماس تايمز الاكسلريشن، الفورس ايكوال الماس تايمز الايه تايمز الاكسلريشن. الايكويشن ديت اللي هي الفورس ايكوال الماس تايمز الاكسلريشن دي بمنتهى البساطه حضرتك لو عارف الفورس اللي بتاثر على البادي خلاص، الايكويشن زي ما هي قصاد حضرتك كده، لو انا عارف الفورس اللي بتاثر على البادي اقدر اجيب الاكسلريشن بتاعته. طب جاست ان عرفت الاكسلريشن من الكايناماتكس بقى ارجع من الاكسلريشن اقدر اجيب الفيلوسيتي والبوزيشن وهكذا. طب العكس لو انا عارف البوزيشن والفيلوسيتي اقدر اجيب الاكسلريشن، ومن الاكسلريشن اقدر اجيب الايه الفورس. اوكي فالجزء بتاع الكاينتكس باذن الله ده هيبقى الجزء الثاني في الدراسه بتاعتنا، وده ان شاء الله هيبدا بعد الميد ترم باذن الله. طيب الجزء الاول اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الدراسه بتاعتنا الاولانيه كايناماتكس، احنا هنقسم الحركه بتاعه البارتكل. طبعا الفينومينا اوف موشن تعتبر ظاهره معقده شويه طبعا غير الايكوليبريم خالص، الايكوليبريم كان حاجه بسيطه وسهله خلاص، لكن الموشن فيها شغل شويه وان شاء الله تكون سهله وبسيطه. بس احنا بنقسمها لستيجز او مراحل، بمعنى ايه؟ ان احنا هنقسم الكايناماتكس بتاعتنا لريكتلينير موشن او موشن along straight line، ونوع تاني بنسميه كيرفلينير موشن او موشن along a curve. يبقى احنا هنا الكايناماتكس بتاعتنا هتبقى جزئين، هي كمان جزء عن الريكتلينير موشن، ريكتلينير موشن اللي هي الحركه خط مستقيم او موشن along straight line. اوكي ودي ان شاء الله هتاخد مننا الليكتشر الاولانيه اللي احنا فيها دي زائد الليكتشر بتاعت الاسبوع الجاي. الجزء الثاني بقى بتبقى حاجه معقده سن عن كده اللي هي الكيرفلينير موشن، لو عندي بارتكل بيتحرك على كيرف ايا كان الكيرف ده بقى بارابولا سيركل اي حاجه، ازاي نقدر نعرف البروبرتس اوف موشن بتاعته وازاي نقدر نربطها ببعض، ازاي اقدر اجيب من الفيلوسيتي اقدر اجيب اكسلريشن اقدر اجيب بوزيشن وهكذا. فاحنا الموضوع بتاعنا الاولاني النهارده ان شاء الله اللي هنتكلم فيه عن الكايناماتكس اوف بارتكل، هنتكلم فيه عن الريكتلينير موشن او موشن along straight line، الحركه في ايه في خط مستقيم. اوكي فهو ده الكونسبت اللي احنا هنتكلم عليه النهارده والاسبوع الجاي باذن الله. طيب الكونسبت ده فيه شويه ديفينيشنز مهمه قوي لازم نكون عارفينها، طبعا معظمكم سمع عنها قبل كده بس لازم نبقى فاهمينها كويس ونراجعها كويس على اساس هي دي اللي احنا هنكمل بيها الشغل بتاعنا. فايه هي المين ديفينيشنز بتاعتنا او المين كوانتيتيز اللي احنا هنقيس بيها حركه البارتكل في ستريت لاين؟ يبقى في ريكتلينير موشن بنقيس الحركه عن طريق مجموعه من الكميات. الكميات دي لازم ابقى فاهمها كويس قوي خلاص، لان هي دي اللي بعد كده هقدر من خلالها ابتدي من الكميه الاولى اروح للكميه الثانيه اروح للكميه الثالثه وهكذا. فايه هي المين كوانتس بتاعتنا اللي بنقيس بيها الريكتلينير موشن؟ يعني لو انا عندي بارتكل او واحد بيتحرك على ستريت لاين رايح جاي يمين وشمال، اوصف الحركه بتاعته ازاي؟ عايزين طريقه ساينتفك نوصف بيها حركه الايه الجسم ده. فايه الطريقه الساينتفك ديت؟ اول حاجه عندنا بعض الكوانتس اللي توصف الحركه دي، اول حاجه فيهم اللي هي البوزيشن، اول حاجه فيهم اللي هي البوزيشن فيكتور. طيب ايه البوزيشن فيكتور دوت؟ بمنتهى البساطه لو انا عندي بارتكل بيتحرك على ستريت لاين زي الموجود قصاد حضرتك كده وليكن اسمه اس او اكس، بيبقى في نقطه اوريجين، دي نقطه اوريجين هي دي اللي بننسب بيها ليها البوزيشن. فالبوزيشن از ريفيرد تو ذا اوريجين فيكسد بوينت،
طيب البارتكل هو بيتحرك زي ما حضرتك شايف كده، موجود على مكان او على بعد معين من الاوريجين. الديستنس دي او الكوردينيت ده بنسميه اس، او احيان تانية ممكن نسميه اكس. يعني ممكن مسائل تلاقيها اس، ممكن مسائل تلاقيها اكس، سواء في الكتاب او في الامتحان او الكلام ده كله. طيب الكوردينيت اس ده بيحدد لي البوزيشن بتاع البارتكل بالنسبه للاوريجين. طيب البارتكل ده مش ثابت زي الترم الاول. الترم الاول حضرتك كنت بتجيب الكوردينيت بتاعت النقط كانت عباره عن ارقام. لا، بعد شويه البارتكل ده هيجي هنا، هيجي هنا، هيجي هنا، هيروح في الناحيه النيجاتيف. يبقى البارتكل دوت عباره عن ايه؟ عباره عن فانكشن اوف تايم. يبقى البوزيشن بتاعنا ده البارتكل، البوزيشن بتاع البارتكل ده بيتحدد عن طريق كوردينيت. الكوردينيت ده يعتبر فانكشن اوف تايم، اس اوف تي او اكس اوف تي. نسميه اس، نسميه اكس، اي مسمى، المهم انه في الاخر بيحدد اللوكيشن بتاع البارتكل بالنسبه للايه؟ للاوريجن. طب الاس دي بتبقى جيفن في المساله. يعني مثلا اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك الاس اوف تي ايكوال تي كيوبد مثلا بلس 2 تي سكويرد مثلا بلس 5. لما اجي اقول لحضرتك ان ده البوزيشن ديفايند فيرسس ذا تايم باي ذا شوين ايكويشن، حضرتك تقدر تتتبع مسار البارتكل ده ازاي؟ ان حضرتك تقدر مثلا تحط عند التيب 1، عند التيب 1 هتلاقي ان الاس ايكوال ايه، يبقى موجود في نقطه مثلا على بعد 8 اهو. طيب بعد ثانيتين، او تقدر طبعا تبدا عند تي ايكوال 0، عند تي ايكوال 0 الاس ايكوال 5، يبقى مثلا موجود هنا اهو على بعد 5 من الاورج. بعد ثانيه على بعد 8، بعد ثانيتين اعوض اقدر اعرف اللوكيشن بتاعه اتنقل منين لفين. يبقى الاس او الاكس دي فانكشن اوف تايم بتحدد لي البوزيشن بتاع البارتكل ريلاتيف تو ذا اوريجين. طبعا لو كانت بوزيتيف يبقى موجود في الناحيه البوزيتيف من الاكس، لو كانت نيجاتيف يبقى موجود في الناحيه النيجاتيف. فده بنسميه الايه؟ البوزيشن. طبعا ده فيكتور كوانتيتي، ده فيكتور كوانتيتي. الفيكتور كوانتيتي ليه؟ لان ده عباره عن البوزيشن فيكتور اللي خارج من الاوريجين للنقطه اللي بتتحرك زي ما حضرتك شايف كده. فالمفروض ان هو عباره عن اس في اتجاه الار او اكس في اتجاه الار. بس بما اننا في الريكتلينير موشن تبقى الحركه بتاعتنا كلها في اتجاه اللاين ده، كل الكوانتيتيز بتاعتنا تبقى في اتجاه الاي او النيجاتيف اي. ما ياتي من كميات برضو هيبقى كلها في اتجاه الاي والنيجاتيف اي. فاحنا هنعمل ايه؟ تسهيلا للكتابه هنشطب الفيكتور ده، مش لازم نكتبه. خلاص يبقى هنكتفي بان احنا نكتب الكوردينيت. اوكي، يبقى زي ما حضرتك كنت بتعمل في الترم الاول مثلا لما بتيجي تجيب المومنت بتاع مجموعه من الفورسز في البلين. فالفورسز اللي موجوده في الاكس واي بلين كان المومنت بتاعها بيطلع دايما في اتجاه الكي او النيجاتيف كي، النيجاتيف كي. فحضرتك كنت بتكتفي بانك تحسب المومنت دوت بوزيتيف 5 او نيجاتيف 16 او الكلام ده كله اوريدي تلقائيا، إن انت عارف ان هو في اتجاه الكي بس ما كنتش بتكتب الكي ده. فنفس الحكايه في الريكتلينير موشن، احنا عارفين ان الكميات اللي هنقيسها دي كلها في اتجاه اللاين اي او نيجاتيف اي، فاحنا هنشطب الاي ديت وهنكتفي بالايه؟ بالكوردينيت. طبعا سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف. طيب ده الفيرست كوانتيتي بتاعي. طب السكند كوانتيتي عندنا ايه هي؟ حاجه اسمها الديسبيسمنت. حاجه اسمها الايه؟ الديسبيسمنت. طيب يعني ايه ديسبيسمنت او ازاحه؟ ديسبيسمنت او ازاحه معناها ان البارتكل كان في بوزيشن وراح بعد فتره زمنيه معينه لبوزيشن ثاني. راح لايه؟ لبوزيشن جديد. طيب انيشيالي كان عند بوزيشن اسمه اس او هنسميه اس 1. بعد فتره زمنيه معينه راح لبوزيشن جديد عند بوزيشن اسمه اس داش او اس 2. ممكن نسميهم اس انيشيال واس فاينل. يبقى الديسبيسمنت هي عباره عن الفيكتور الخارج من البوزيشن الاولاني للبوزيشن الايه؟ الاخراني. يبقى ده هو اللي بنسميه دلتا اس. زي ما حضرتك شايف في الرسم كده دايركت كده، الدلتا اس عباره عن ايه؟ عباره عن الفاينل بوزيشن اللي هو الاس داش او الاس 2 ماينس الانيشال بوزيشن اللي هو الاس 1. ده يديني الديسبيسمنت فيكتور. اوكي، وطبعا ده ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف او زيرو. ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف او ايه؟ او زيرو. لو البارتكل اتنقل من نقطه لنقطه في الاتجاه البوزيتيف
هيطلع الديسبليسمنت ده بوزيتيف. طب لو هو اتنقل من نقطة لنقطة تانية في الاتجاه النيجاتيف هيطلع ايه؟ نيجاتيف. طب هو لو راح لنقطة ولف ورجع لها مرة تانية يبقى البداية والنهاية نفس النقطة، يبقى الديسبليسمنت بتاعته زيرو. طيب اقدر احسبها براكتيكال ازاي؟ يعني لو قلت لحضرتك هات لي الدلتا اس من ثانية لثلاث ثواني، يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ هتيجي في الفانكشن بتاعت الاس دي تحط التي مرة ب1 والتي مرة بايه؟ مرة ب3. بحسب الاس فاينل اللي هي اس 3 ماينس الاس انيشال اللي هي اس 1. اوكي؟ حضرتك هتعوض بالثلاثة تحسبها، يبقى مثلا 3 كيوب اللي هي 27 بلس 2 تايمز 3 سكويرد 2 تايمز 9 اللي هي 18، يبقى 27 بلس 18 تبقى 45 بلس 5 يبقى ايكوال 50. ومرة تانية هجيب عند تي بتساوي 1 يبقى احط تي ب1، يبقى 1 بلس 2 بلس 5 يبقى ماينس 8، يطلع الديسبليسمنت بتاعتي 42. طبعا 42 في اتجاه الاي، بس احنا اتفقنا ما بنكتبش الاي دي. فدي هي الديسبليسمنت او الازاحه بين ايه؟ بين موضعين. تمام يا شباب؟ حد ليه اي سؤال لحد كده؟ الجزئيه بتاعت البوزيشن والديسبليسمنت فيهم اي اسئله؟ في الـ displacement بحط absolute ولا مش لازم؟ لا لا لا، الـ displacement ممكن تطلع positive أو negative أو zero، ما تحطش absolute خالص. الـ displacement ده عبارة عن vector. vector عبارة عن الـ final position minus الـ initial position. خلاص؟ وممكن يطلع positive ممكن يطلع negative، مفيش مشكلة. الـ negative دي معناها إيه؟ يعني افرض افرض مثلا هو الـ particle بتاعي كان هنا، ده الوضع الـ initial، وقع هنا. يبقى هو اتنقل أو displaced in the negative direction. فهتطلع الديسبليسمنت بتاعتي بالنيجاتيف، طبعا هسيبها بالنيجاتيف زي ما هي. تمام؟ تمام. ايه حد ليه سؤال تاني؟ طيب السؤال اللي زميلكو ساله دوت مهم برضو، ليه؟ عشان عندنا كميه مهمه قوي بقى ثالثه ليها علاقه بالبوزيشن والمسافات والكلام ده كله. الكميه الثالثه دي بنسميها التوتال ترافل ديستنس. يعني زميلكو سأل سؤال قال لك ايه؟ لو طلع النيجاتيف اشيل النيجاتيف ولا لا؟ الديسبليسمنت، الديسبليسمنت ده عباره عن فيكتور، الديسبليسمنت ده عباره عن فيكتور خلاص بيوصف لي الحركه من مكان لمكان. فلو هو ماشي في الاتجاه البوزيتيف هتطلع الديسبليسمنت دي بوزيتيف، لو هو اتنقل في الاتجاه النيجاتيف هتطلع نيجاتيف، لو هو راح كان عند نقطه ولف ورجع لنفس النقطه هتبقى الديسبليسمنت دي بزيرو. طيب ايه الجديد عندنا؟ الجديد عندنا حاجه مهمه قوي 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 اسمها التوتال ترافل ديستنس. توتال ترافل ايه؟ ديستنس، او بنسميها الباث لينث. طيب ايه التوتال ترافل ديستنس دي وايه فرقها عن الديسبليسمنت؟ لا فرق كبير قوي، لازم نركز لان دايما في الامتحان بيجي لك احسب الديسبليسمنت واحسب التوتال ترافل ديستنس. ايه؟ طيب ايه الديسبليسمنت ايه سوري ايه التوتال ترافل ديستنس؟ التوتال ترافل ديستنس ده ان البارتكل كان في مكان واتنقل لمكان تاني. واحد يقول لي طب وايه يعني ايه الجديد؟ لا الجديد ان انا بتتبع مسار البارتكل ده وهو بيتحرك وامشي معاه اشوفه راح ناحيه اليمين رد ناحيه الشمال وهكذا، احسب التوتال ترافل ديستنس اللي هو اتحركها قد ايه؟ احسب التوتال ترافل ديستنس اللي هو اتحركها قد ايه؟ واحد يقول لي طب هو ايه اللي هيخليه يغير اتجاه حركته؟ بسيطة قوي، أدي لك مثال عملي كلنا شايفينه بعينينا. الألم اللي في إيد حضرتك دلوقتي لو أنت مسكته ورميته لفوق، إيه اللي بيحصل؟ السرعة بتاعته بتقل 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 لحد ما يوصل لأعلى نقطة، وبعد كده عند أعلى نقطة الفي بزيرو يغير اتجاه حركته ويرجع في الاتجاه المضاد. يبقى النقطة اللي بيغير عندها اتجاه الحركة دي عندها أوبشن مهم قوي إن لازم الفي إيكوال زيرو. طيب لو غير اتجاه حركته ورجع في الاتجاه المضاد، ساعتها لما اجي احسب التوتال ترافل ديستنس احسب المسافه اللي راحها قد ايه والمسافه اللي رجعها قد ايه كديستنس. كديستنس اقدر احسبها، اعمل سميشن للمسافه دي زائد دي تديني حاجه اسمها التوتال ترافل ديستنس او نسميها الاس توتال او الاس او تي. طب دي تفرق عن الديسبليسمنت طبعا، لان حضرتك زي ما انت شايف من الرسمه كده الديسبليسمنت ملهاش دعوه الجسم راح يمين رد شمال، ملهاش دعوه، هي ليها دعوه كان فين وبقى فين. دي الديسبليسمنت دلتا اس اللي قصاد حضرتك اللي انا علمتها بالسهم دلوقتي، دي الديسبليسمنت. الديسبليسمنت عباره عن فاينل بوزيشن ماينس انيشال بوزيشن، ملهاش دعوه بقى في النص الجسم راح يمين راح شمال،
غير حركته ما غيرش حركته من هجده، هي ليها دعوه كان فين وبقى فين. فالديسبليسمنت displacement بلس هي عباره عن الفيكتور اللي خارج من النقطه الانيشال للنقطه الفاينل. يعني لما اقول لك هات لي الديسبليسمنت من ثانيتين لخمس ثواني، يبقى انت يهمك تعرف البوزيشن بتاعه عند ثانيتين كان فين وعند خمس ثواني كان فين، وتقول الاس 5 ماينس الاس 2. لكن التوتال ترافل ديستانس لازم حضرتك تعمل تشيك، هل بين الثانيتين والخمس ثواني دول هل السرعه كانت بزيرو في فتره من الفترات جوه الانترفال ده؟ لو السرعه كانت بزيرو، لو الفيلوسيتي ايكوال زيرو، طبعا هنقول معنى الفيلوسيتي حالا. يعني واحد يقول لي كلمه فيلوسيتي دي اول مره نقولها، هنعرف معناها حالا دلوقتي. خلاص الفيلوسيتي لو هي بزيرو يبقى معناها ان الجسم غير حركته. معنى انه غير حركته يبقى لازم اعمل له تراك او اتتبعه اشوفه مشي ناحيه اليمين قد ايه ورجع ناحيه الشمال قد ايه. خلاص واحسب الديستنس دي، والديستنس دي كمسافات. كمسافات هنا بقى ما بحسبهاش باشاره، هنا بحسبها كديستنس، واعمل سميشن للديستنس ديت يديني التوتال ترافل. فلازم نبقى فاهمين كويس قوي فيزيكالي ايه الفرق بين الديسبليسمنت والتوتال ترافل ديستنس. زي ما بقول لك ببساطه كده جدا، ما فيش امتحان في الريكتلينير موشن الا ولازم هتلاقي في الجزئيه دي. يقول لك مثلا هات لي الديسبليسمنت من ثانيتين لخمس ثواني، وجنبها على طول يقول لك هات لي التوتال ترافل ديستنس من ثانيتين لخمس ثواني. اوكي فهمنا يا جماعه الكونسبت؟ طبعا احنا اوريدي هناخد مساله هنحسب فيها الكلام ده، يعني ما تقلقوش الكلام ده كله هنحسبه كمان شويه، احنا بس جاست بندي الديفينيشنز بس. حد يا جماعه ليه اي سؤال او استفسار لحد كده؟ طيب نروح لكونسبت ثاني بقى. اتفضل. هو مين في الثلاثه دول فيكتور كوانتي مين سكيلر؟ التوتال ديستنس دي سكيلر، توتال ترافل ديستنس دي سكيلر، لان دي انا بتتبع المسار بتاع البارتكل اشوف مشي قد ايه في الطرف ده، مشي قد ايه في الرجوع، واعمل لهم سميشن. فعشان كده الكميه دي، الكميه الثالثه دي رقم ثلاثه دي سكيلر، دي عباره عن ايه؟ عباره عن مسافه بتحركها البارتكل. ما يهمنيش اتجاهات خالص، انا بحسب كله خالص. كان الديسبيسمنت والبوزيشن دول ايه؟ دول فيكتورز. طب برضو عشان ناخد مثال عملي على الفرق، تخيل كده لو اتنين مثلا قاعدين جنب بعض في القاهرة، خلاص واحد نام والتاني راح سافر اسكندرية مثلا 200 كيلو، خلاص ورجع رد ال 200 كيلو دول، اللي نام ده صحي لقى الشخص التاني ده لازال جنبه. فهنا الراجل اللي سافر دوت 200 كيلو ورجع 200 كيلو، التوتال ترافل ديستانس بتاعته 400 كيلو، بينما اللي كان نايم ده وصحي لقى الشخص ما اتحركش من جنبه، بالنسبه له الشخص دوت ما اتحركش، يعني كان الديسبيسمنت بتاعته بزيرو. ده مثال تاني يوضح لك الفرق بين الديسبيسمنت والتوتال ايه والتوتال ترافل ديستانس. تمام فهمت، شكرا لحضرتك. لا طيب، بعد ما فهمنا الكميات اللي ليها علاقه باللينس اللي هي البوزيشن والديسبيسمنت والتوتال ترافل ديستانس، هنروح لكميه مهمه جدا 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 اللي هي بنسميها الفيلوسيتي فيكتور، اللي هي بنسميها الايه الفيلوسيتي فيكتور. طيب ايه الفيلوسيتي فيكتور دوت؟ الفيلوسيتي فيكتور زي ما حضراتكم شايفين كده، البارتكل بتاعي بيتنقل من مكان لمكان، مثلا عند ثانيه كان موجود على بعد معين، عند ثانيتين بقى موجود على بعد تاني، عند ثلاث ثواني بقى موجود عند بعد جديد. يعني مثلا كان على بعد واحد بقى بعد شويه بقى عند ثانيتين بقى على بعد 4 متر from the origin. At t equal 3 seconds the distance او البوزيشن بتاعه بقى 10 متر from the origin and so on. فالبوزيشن بتاعه عمال يتغير من مكان لمكان. خلاص خلال ايه؟ خلال الازمنه المتتاليه. فانا عايز ادرس تغير البوزيشن ده مع التايم، عايز ادرس تغير البوزيشن ده مع الايه مع التايم. زي حضرتك بالظبط لما بتبقى سايق عربيه وقدامك على عداد العربيه كده ان السرعه مثلا 60 كيلومتر في الساعه، 60 كيلومتر في الساعه دي لو انت ماشي على 60 كيلومتر في الساعه دي ما غيرتهاش، يبقى معناها انك في كل ساعه هتقطع 60 كيلو، الساعه اللي بعديها هتقطع 60 كيلو زياده وهكذا. طب زودت السرعات
لو زودت الفيلوسيتي يبقى انا هقطع ديستنس اكبر، قللت يبقى هقطع ديستنس اقل خلال نفس الايه التايم. فعلاقه الديستنس بالتايم والتشنج اللي بيحصل بين ده وده مهمه قوي ان احنا لازم نبقى عارفينها. طب نعرفها ازاي؟ بنعرفها عن طريق كميه جديده عندنا اسمها الانستنتينيوس فيلوسيتي. الانستنتينيوس فيلوسيتي او السرعه اللحظيه دي بتتقاس ان هي الايه الـ rate of change of position with respect to the time. زي ما حضرتك شايف كده الـ v هي عبارة عن ds by a by dt. الـ v هي عبارة عن ds by a by dt، تغير الـ position بالنسبة للـ time. يعني مثلا المثال اللي احنا كنا واخدينه قبل كده الـ s of t equal t cubed plus 2t squared plus 5. دايركت حضرتك تقدر تجيب الـ velocity في أي لحظة ان الفيلوسيتي تبقى عباره عن 3t سكويرد بلس 4t. ديريفاتيف مباشر اقدر ان انا اجيب الايه الفي في اي لحظه. طب عايز السرعه او الفيلوسيتي عند ثانيه اروح حاطط t ب1، عايز الفيلوسيتي عند ثانيتين احط t ب2 وهكذا. السرعه اللحظيه دي هي اللي مثلا بتبان قصاد حضرتك في عداد العربيه. عداد العربيه انت ماشي السرعه 60، بعد شويه بقت 70، بعد شويه بقت 40 وهكذا. السرعة من لحظة للثانية دي بتمثل قد إيه الجسم عاوز يمشي خلال إيه الثانية الواحدة. يعني أنت مثلا ماشي 60 كيلومتر في الساعة، خلاص 60 كيلومتر في الساعة دي كأنك عايز تمشي في كل ساعة 60 كيلو. لو أنت ثبتها فعلا هتمشي كل ساعة 60 كيلومتر. دي بنسميها الانستنتينيوس فيلوسيتي، ودي في منتهى الأهمية لينا طول الإيه طول دراستنا في الديناميك. طيب في انواع ثانيه من انواع الفيلوسيتي بنسميها ايه الافريج فيلوسيتي او الافريج سبيد. بنسميها الافريج فيلوسيتي او الافريج سبيد. طبعا بالمناسبه قبل ما نروح للافريج فيلوسيتي والافريج سبيد، الفيلوسيتي دي عباره عن فيكتور كوانتيتي. يعني مثلا البارتكل بيتحرك في الاتجاه ده اهو، يبقى الفيلوسيتي بتاعتي مثلا 3 متر بير سكند في اتجاه الارض، او لو هو ماشي رايح ناحيه الشمال في الاتجاه النيجاتيف يبقى الفيلوسيتي بتاعتي مثلا نيجاتيف 5 متر بير سكند في اتجاه النيجاتيف ار. بس احنا زي ما اتفقنا بما ان هو بيتحرك في اتجاه اللاين سواء يمين او شمال هيطلع الفيكتور بتاعي دايما في اتجاه الاي، فالاي دي اقدر ان انا اشطبها واكتفي بان انا اكتب الايه الماجنتيود. فالفيلوسيتي هي عباره عن فيكتور كوانتيتي ان ذا سيم دايركشن اوف موشن. الفيلوسيتي هي اللي بتحدد اتجاه الايه اتجاه الحركه. الماجنتيود بتاعها لوحده بنسميه السبيد. الماجنتيود بتاعها لوحده بنسميه الايه السبيد. يعني هنا مثلا ال 3 متر بير سكند دي لوحدها تمثل السبيد، ال 5 لوحدها تمثل السبيد. يبقى السبيد is a scalar quantity describe the magnitude of the velocity. يعني هو هنا ماشي بسرعه 3 ناحيه اليمين او 5 ناحيه الشمال، كفيكتورز تبقى 3i او نيجاتيف 5i، ده كفيكتورز. طب الماجنتيود اللي هو 3 و5 دول، 3 و5 دول يمثلوا السبيد. السبيد از ذا ماجنتيود از ايه الماجنتيود اوف ذا فيلوسيتي فيكتور. اوكي، فده معنى كلمه سبيد. الفيلوسيتي از ا فيكتور، السبيد از ا سكيلر كوانتيتي. طبعا في حاله الريكتلينير موشن، حاله الريكتلينير موشن احنا اوريدي بنشطب الفيكتور اللي هو الاي ده ما بنكتبوش، بنكتفي بان احنا نكتب 3 او نيجاتيف 5. فهتبص تلاقي تلقائيا كاننا بنكتب الفيلوسيتي في صوره سبيد دايركت، بس مع مراعاه ان هو بوزيتيف او نيجاتيف. اوكي، لكن طبعا لما هنروح بعد كده للكيرفيلينير موشن، كيرفيلينير موشن هتبقى الحركه في اي وجي وكي، فساعتها هتبقى الفيكتور بتاعي ليه 3 كومبوننت، هيبقى الماجنتيود بتاعه اللي هو السكوير روت، والقصه ان شاء الله هنقولها في وقتها باذن الله. الريكتلينير غالبا قيمه الفيلوسيتي تقريبا بتتكتب زيها زي السبيد بالظبط، تفرق معايا بس لو هو رايح في الاتجاه النيجاتيف ان بيبقى فيه نيجاتيف. اوكي، طيب ده بالنسبه للفيلوسيتي الانستنتينيوس فيلوسيتي. عندنا نوعين مهمين قوي من الفيلوسيتي اسمهم الافريج فيلوسيتي وافريج سبيد. طب ايه الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد دول؟ يعني الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد دول مقصود بيهم ايه؟ قال لك اول حاجه الافريج فيلوسيتي الديفينيشن بتاعها
هي عبارة عن إن أنا عندي البارتكل اتنقل من مكان لمكان، بجيب الديسبليسمنت خلال فترة زمنية معينة، يبقى الديسبليسمنت دلتا اس divided by the elapsed time دلتا تي، أهو دلتا اس by دلتا تي، ده يديني حاجة اسمها الأفريج فيلوسيتي، ده يديني حاجة اسمها الإيه؟ الأفريج فيلوسيتي. يعني ممكن أجي أقول لحضرتك هات لي مثلا دي أفريج من ثانية لثلاث ثواني، خلاص؟ طب الفي افريج من ثانيه لثلاث ثواني هتساوي ايه؟ هتساوي الاس النهائيه اللي هي اس ات 3 سكند ماينس الاس الانيشال اللي هي اس ات 1 سكند ماينس اس 3 ماينس اس 1 اول ديفايدد باي الالابس التايم اللي هو 3 ماينس 1. الالابس التايم بتاعنا اللي هو الزمن الرحله من النقطه دي للنقطه دي اللي هو 3 ماينس 1. طيب حضرتك تقدر من الاس اللي فوق خالص ديت، الاس الموجوده قصاد حضرتك فوق زي ما عملنا في السلايد اللي قبل كده، اقدر اجيب الاس 3 اللي كانت مثلا ب 50، واقدر اجيب الاس الاوانيه اللي كانت ب 8 لما عوضنا عن التي ب 3 والتي ب 1، كانت الاس 3 ايكوال 50 والاس عند ثانيه كانت ب 8، يبقى الناتج ده ان الديسبيسمنت بتاعتنا 42 ديفايدد باي ذا اليبس تايم 3 ماينس 1، يبقى ده 42 ديفايدد باي 2 اقدر احسب الايه الافريج فيلوسيتي. طب الافريج فيلوسيتي تمثل ايه؟ تمثل فيكتور كوانتيتي، لان هي عباره عن الديسبيسمنت على التايم. اوكي كريم ايهاب اتفضل ليك سؤال. لا 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 خلاص تمام يا شباب. يبقى انا عندي هنا الافريج فيلوسيتي، الافريج فيلوسيتي، وخلي بالك الكلام ده بكرر تاني، displacement و total travel distance دول بيجوا في الامتحان وبيجي معاهم average velocity و average speed. طب average velocity عبارة عن ايه؟ عبارة عن displacement على الطريق، displacement اللي هي s final minus s initial plus all divided by delta t للفترة الزمنية اللي هو اتحرك فيها. دي طبعا ممكن تطلع positive او negative او zero. طيب ايه هي بقى average speed الناحية اليمين بقى؟ الافريج سبيد ليها ديفينيشن مهم قوي مش عاوزين نتلخبط فيه، خلاص؟ واحد يقول لي طب كلمه سبيد دي انت من شويه قلتها، هل الافريج سبيد هي الماجنتيود بتاع الافريج فيلوسيتي؟ لا خالص، الافريج سبيد دي ليها تعريف تاني خالص، ما هياش مقدار الافريج فيلوسيتي ولا الكلام الفارغ خالص. الافريج سبيد هي عباره عن ايه؟ ان انا بتتبع مسار البارتكل من نقطه البدايه، هو قايل لي هات مثلا الافريج سبيد من ثانيه لثلاث ثواني، فبجيب كان عند ثانيه فين وراح اتتبع المسار بتاعه راح ورجع، احسب التوتال ترافل ديستانس دي بس لحد النقطه الجديده، احسب التوتال ترافل ديستانس واقسمها على زمن الرحله الالابس التايم دلتا تي، ده على ده يديني حاجه اسمها الافريج سبيد. فالافريج سبيد هي عباره عن التوتال ترافل ديستانس divided by the elapsed time، يبقى بتتبع الجسم ده راح فين ورجع قد ايه، خلاص بحسب المسافه اللي راحها ناحيه اليمين اللي رجعها ناحيه الشمال دي بلس دي، اجيب التوتال ترافل ديستانس دي كميه سكيلر طبعا، خلاص اقسم على زمن الرحله الدلتا تي الالابسد تايم يطلع لي الايه، يطلع لي الافريج. عشان كده الافريج سبيد دي تعتبر ايه؟ تعتبر كميه سكيلر. طبعا الافريج سبيد ليس لها علاقه خالص، وكرر تاني ملهاش علاقه بماجنتيود الافريج فيلوسيتي خالص، ملهاش دعوه بيها. في ناس تانيه احيانا دماغهم بتروح ان الافريج سبيد انه يجيب السرعه في بدايه الفتره والسرعه في نهايه الفتره ويجمع ويقسم على اثنين، لا هنا كلمه افريج سبيد مش مقصود بيها متوسط حسابي، مش مقصود بيها ان اجمع ده زائد ده على اثنين، لا الافريج سبيد الديفينيشن بتاعها ان بارتكل كان في مكان راح لمكان تاني، بتتبع مسار البارتكل ده اشوف راح قد ايه ناحيه اليمين رجع قد ايه ناحيه الشمال، اجمع المسافتين مع بعض خلاص يطلع لي التوتال ترافل ديستانس، اقسمها على التايم يطلع لي الافريج. ايه الافريج؟ يعني المثال اللي احنا قايلينه من شويه، لو مثلا عندك واحد اهو راح اسكندريه 200 كيلو في ساعتين ورجع 200 كيلو في ساعتين، ايه؟ طيب هو هنا راح بدأ من القاهرة وراح اسكندرية 200 كيلو في ساعتين ورجع 200 كيلو في ساعتين،
الديسبليسمنت بتاعته بزيرو، فكأن الافريج فيلوسيتي بتاعته في الحاله دي بزيرو. الافريج فيلوسيتي في الحاله دي بكام؟ بزيرو. لكن الافريج سبيد هو راح 200 كيلو في ساعتين ورجع 200 كيلو في ساعتين، يعني 400 كيلو في 4 ساعات، يعني كأنه كان ماشي ب 100 كيلومتر في الايه، انه كان ماشي بمتوسط 100 كيلومتر في الساعه. واحد يسالني يقول لي الله، طب انهي كميه من دول احسن في وصف الحركه؟ لا، الكميتين ليهم استخدامات. الافريج فيلوسيتي ليها استخدامات، والافريج سبيد ليها ايه؟ ليها استخدامات. عشان كده لازم نبقى عارفين الديفينيشن بتاع ده والديفينيشن بتاع ده. يعني في ناس تقول لك ايه؟ تقول لك طب اللي ماشي 400 كيلو في 4 ساعات دي تبقى السرعه المتوسطه بتاعته كانه ماشي ب 100 كيلو في كل ساعه. خلاص؟ يقول لك طب ما ال 100 كيلو في كل ساعه دي فيزيكالي اوقع من ان انا استخدم الديسبيسمنت على التايم فتطلع الافريج فيلوسيتي بتاعته بزيرو. لا، ده كونسبت وده كونسبت، ده الاستخدامات وده الاستخدامات. فلازم نبقى عارفين الكونسبت ده والكونسبت ده، وعارفين يتحسبوا ازاي. تمام يا شباب؟ محمد اتفضل. خلاص اوكي. حد ليه اي سؤال لحد كده؟ موضوع الفيلوسيتي، سواء طبعا الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد دي حضرتك مش هتسمعها غير يمكن المحاضرتين الاولانيين بس، لكن كل شغلنا بعد كده كله بالانستنتينيوس فيلوسيتي. كل شغلنا فيما بعد هيبقى بالانستنتينيوس فيلوسيتي. الافريج فيلوسيتي والافريج سبيد دول جاست ديفينيشنز في الاول كده، نعرف ازاي نحسبهم، لكن كل التكمله بتاعتنا والشغل بتاعنا هيبقى بالانستنتينيوس فيلوسيتي. حد ليه اي سؤال لحد كده؟ طيب نروح للكميه الرابعه بقى، دي اهم كميه فيه. الكميه الرابعه في الريكتلينير موشن اللي هي الاكسلريشن. الكميه الرابعه في الريكتلينير موشن اللي هي الايه؟ الاكسلريشن. طيب ايه هي الاكسلريشن؟ حضرتك بمنتهى البساطه لو راكب عربيه والسرعه قصاد حضرتك على العداد بتاع العربيه 60 كيلومتر في الساعه، دوست بنزين لقيت السرعه بقت 60 70 90 وهكذا، او دوست فرامل لقيت ال 60 دي بقت 40 بقت 30 بقت مش عارف 25 بقت وهكذا. وتغير الفيلوسيتي مع التايم، تغير الفيلوسيتي مع التايم ده مهم قوي بالنسبه لنا. ده بنعرفه بحاجه اسمها الانستنتينيوس اكسلريشن. الانستنتينيوس اكسلريشن هي ايه؟ ايكوال دي في باي ايه؟ باي دي تي. دي بتوضح لك السرعه بتاعتي بتزيد ولا بتقل. دي بتوضح لي السرعه بتاعتي بتزيد ولا بتقل. طب احسبها ازاي؟ ببساطه زي السلايد اللي قبل كده، لما كان عندنا اس ايكوال تي كيوب بلس 2 تي سكوير بلس 5، دايركت الفيرست ديريفيتيف طلعت الفي ايكوال 3 تي سكوير بلس 4T، السكند ديريفاتيف دي الاكسلريشن اللي هي تبقى 6T بلس 4. اوكي؟ طبعا واقدر عند T ايكوال 0 1 و 2 3 اعوض، جاست ان انا اعوض اقدر اعرف قيمه الاكسلريشن في اي لحظه بتساوي ايه. واحد يقول لي طيب يعني هي السلسله دي مش هتخلص؟ بمعنى ايه؟ انت جبت بوزيشن عملت له ديريفاتيف، جبنا فيلوستي، جبنا اكسلريشن، السلسله دي ايه هدفها؟ ليه ما وقفناش عند الفيلوسيتي؟ ليه كملنا الاكسلريشن؟ لان بمنتهى البساطه الاكسلريشن دي اهم كميه نيوتن اكتشفها، عشان دي اللي من خلالها بنقدر نربط بين الفورس والاكسلريشن، نقدر نربط بين الكاينتكس والايه والكايناماتكس. بمعنى ايه؟ ان حضرتك لو عارف تحسب الاكسلريشن بتاعت اي بادي خلاص، من الاكسلريشن دي خلاص اقدر احسب الفورس الموجود عليه. يعني انا عايز قطر مثلا يمشي بسرعه كذا والسرعه دي تزيد تبقى اكسلريشن تبقى كذا، عايز اعرف الفورس اللي بتاثر على القطر ده واللي بتاثر على الناس اللي جواه، لازم تبقى فورس في حدود المسموح بيه. فالاكسلريشن هي حلقه الوصل، الاكسلريشن دي هي حلقه الوصل بين الكايناماتكس والكاينتكس. دي اللي من خلالها لو انا عارف بوزيشن فيلوسيتي اكسلريشن اقدر اروح اجيب الفورس، او العكس لو انا عارف الفورس اقدر اروح اجيب الاكسلريشن ومنها اجيب الفيلوسيتي واجيب البوزيشن. فعشان كده دي تعتبر اخر ستيج عندنا واهم ستيج.
الاكسلريشن دي اهم حاجه في الايه في الحسابات الميكانيكي. اوكي طب الديفينيشن بتاعها زي ما حضرتك شايف الاكسلريشن هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن دي في باي دي تي. وزي ما حضرتك شايف الاكزامبل اللي قصاد حضرتك كده، لو انا معايا الاس اقدر اجيب الفي، سكند ديريفاتيف مره ثانيه اروح جايب الايه الاكسلريشن، واقدر اجيب في اي لحظه الاكسلريشن بتاعت البارتكل ده بتساوي كام. وطبعا دي فيكتور كوانتيتي، ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف ممكن تكون زيرو. برضو الاكسلريشن هتبقى بتساوي مثلا 3i او نيجاتيف 4i، ممكن تبقى بالشكل ده. احنا اتفقنا في الريكتلينير موشن خلاص الاي دي ما بتكتبش، بكتفي بالرقم بس اللي هو سواء بوزيتيف او نيجاتيف. طب ده الانستنتينيوس اكسلريشن، دي المهمه جدا بالنسبه لنا. في ديفينيشن تاني لحاجه اسمها الافريج اكسلريشن. طب ايه الافريج اكسلريشن ديت؟ على نفس السياق اللي عرفنا بيه الافريج فيلوسيتي اللي هي دلتا اس على دلتا تي، الافريج اكسلريشن عباره عن التغير اللي بيحصل في الفيلوسيتي على التغير اللي بيحصل في التايم. يعني لو قلت لحضرتك هات لي مثلا الافريج فيلوسيتي من ثانيه لثلاث ثواني، يبقى حضرتك هتجيب الفي بتاعت الثلاث ثواني ناقص الفي بتاعت الثانيه، الانستنتينيوس فيلوسيتي بتاعت الثلاث ثواني ناقص الانستنتينيوس بتاعت الثانيه على الالابس التايم اللي هو 3 ماينس 1. فحضرتك هتروح جاي في الايكويشن بتاعت الفي اس اللي انا علمت عليها قصاد حضرتك حالي، هتروح حاطط مره الفي بتلاته، يبقى 3 تايمز 3 سكويرد بلس 4 تايمز 3 اللي هي تبقى 27 زائد 12 اللي هي تبقى 39. الفي عند ثانيه هتبقى 3 بلس 4 اللي هي ب 7 على الالبس التايم اللي هو 3 ماينس 1، اقدر اجيب الافريج ايه؟ الافريج اكسلريشن. الاكسلريشن ما فيش غير افريج اكسلريشن بس، في الفيلوسيتي في افريج فيلوسيتي وافريج سبيد، لكن في الاكسلريشن ما عندناش غير افريج اكسلريشن فقط. افريج اكسلريشن ماشيه على نفس الديفينيشن نفس السياق بتاع الافريج فيلوسيتي، بس الفيلوسيتي بتبقى ديسبيسمنت على تايم، الاكسلريشن بتبقى دلتا في على دلتا تي. اوكي ده بالنسبه للاكسلريشن. طيب الاكسلريشن في حاجه مهمه قوي لازم نخلي بالنا منها، بس هنناقشها دلوقتي وهنشوفها اكتر بالارقام خلال المساله. طيب ايه الحاجه المهمه ديت؟ الحاجه المهمه ان احنا عندنا الاكسلريشن فيها حاجتين مهمين قوي، حاجه اسمها التايب اوف اكسلريشن او نوع العجله، وحاجه اسمها الساين اوف اكسلريشن او اشاره العجله. مهم قوي عندنا حاجتين، التايب اوف اكسلريشن والساين اوف اكسلريشن، دول لازم ما نلخبطش ما بينهم. مهم قوي ان احنا ما نلخبطش بين التايب النوع والساين اللي هي الاشاره. طيب ايه التايب وايه الساين؟ التايب ده بمنتهى البساطه اكسلريشن عندي ممكن تكون اكسلريتنج ريت او تكون ديسلريتنج ريت. يعني ايه accelerating rate ويعني ايه decelerating rate؟ ومنتهى البساطة لو كانت الacceleration مع الvelocity، لو كانت الacceleration in the same direction of velocity معناها ان الvelocity will increase. will increase يعني بيعمل لها accelerating. accelerating يعني عملية ان هو بيسرع الحركة، دي عملية ايه؟ تسريع للحركة. the acceleration in the same direction of velocity acceleration في نفس اتجاه الايه السرعه، وبالتالي الفيلوسيتي ويل انكريز. طيب الديسيليريشن العكس، الديسيليريشن يعني ايه؟ يعني الاكسلريشن اجينست ذا فيلوسيتي، اكسلريشن اجينست ذا فيلوسيتي، وبالتالي الفيلوسيتي ويل ديكريز. يعني مثلا عشان نفهم الموضوع ده ببساطه جدا، القلم مثلا اللي قصاد حضرتك لو انت مسكت القلم ده رميته لتحت هتلاقي الجرافيتيشنال اكسلريشن ماشيه مع اتجاه الحركه مع اتجاه الفيلوسيتي، فالسرعه عماله بتزيد. لو نفس القلم هو هو مسكته رميته لفوق هتبص تلاقي الجرافيتيشنال اكسلريشن النازله لتحت عكس اتجاه الحركه او عكس الفيلوسيتي، فتلاقي السرعه عماله بتقل. اوكي يبقى عندنا التايب نوعين، نوع بنسميه اكسلريتنج نوع او اكسلريشن وديسلريشن. طيب الساين، الساين ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف. طيب الساين دي بتتحدد على ايه؟ بتتحدد وفقا لان الاكسلريشن مع اتجاه الاكس
ولا عكسه. حدد هل هي الاكسلريشن مع اتجاه الاكس ولا عكسه. يعني لو البوزيتيف دايركشن ناحيه اليمين يبقى الاكسلريشن ناحيه اليمين بوزيتيف واللي ناحيه الشمال نيجاتيف. لو البوزيتيف دايركشن بتاعنا ناحيه الشمال بتاع الاكس يبقى الاكسلريشن ناحيه الشمال هتبقى بوزيتيف واللي ناحيه اليمين هتبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف. ده بخصوص الايه؟ الساين اوف اكسلريشن. واحد يقول لي ايه؟ يقول لي طيب التايب والساين دول احنا خدنا حاجه زمان ان الجسم الاكسلريتنج احط الاكسلريشن بتاعته بوزيتيف والديسلريتنج احط الاكسلريشن بتاعته نيجاتيف. الكلام ده صح؟ الكلام ده كان صح بس بحدود. يعني ايه كان صح بحدود؟ يعني هو كان دايما دايما بيخلي اتجاه الحركه هو البوزيتيف دايركشن. دايما كان بيخلي اتجاه الحركه هو الايه؟ هو البوزيتيف دايركشن. اوكي؟ فكان ساعتها دايما بتحقق الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. طب الكلام ده دلوقتي او في شغلنا الجديد مش لازم يحصل. بمعنى ايه؟ تعال نشوف الامثله اللي قصادنا دي. خلاص؟ الامثله اللي قصادنا دي ان مثلا لو عندي الشكل الاولاني اهو الشكل ده هنسمي ده شكل رقم واحد، ده شكل رقم اثنين، ده شكل رقم ثلاثة، ده شكل رقم أربعة. اوكي؟ طيب في شكل رقم واحد البارتكل بتاعي بيتحرك زي ما حضرتك شايف كده، الفيلوسيتي بتاعته بيتحرك ناحية اليمين ناحية البوزيتيف دايركشن والسرعة بتاعته بتزيد. السرعة بدل بتزيد يبقى الاكسلريشن ان ذا سيم دايركشن اوف فيلوسيتي. فعشان كده النوع بتاعها انها اكسلريشن او اكسلريتنج ريت. طب اتجاهها جه مع البوزيتيف دايركشن فبقت بوزيتيف. طب الشكل رقم اتنين الجسم بيتحرك برضو ناحية اليمين بس السرعة بتاعته زي ما حضرتك شايف كده الV عمالة بتقل. الV قلت بقت V داش. معنى انها بتقل يعني الاكسلريشن عكسها. يعني كأنها بتعملها ديسلريشن. طيب ديسلريشن واتجاهها فين؟ ناحية الشمال عشان كده بقت نيجاتيف. الحالة واحد واثنين دول الحالتين المشهورين اللي حضرتك دايما كنت بتشتغل بيها. ان الجسم ماشي ناحية اليمين مثلا كنت الاكس بتاعك دايما بيبقى ناحية اليمين. حتى لو تفتكر في المسائل كان يجي يقول لك ايه جسم اترمى لفوق وطلع ونزل. كنت بتقسم المسألة لمرحلتين وهو طالع تاخد الاكس البوزيتيف لفوق وهو نازل تاخد الاكس البوزيتيف لتحت. كنت دايما بتاخد اتجاه الحركة هو البوزيتيف دايركشن. طيب الكلام ده مش لازم بقى نعمله ونكرره هو هو. لا عادي ممكن يحصل تغيير زي الشكل 3 و4. بص كده على الشكل رقم 3. شكل رقم 3 البوزيتيف دايركشن ناحيه اليمين. الجسم ماشي ناحيه الشمال اهو والسرعه بتاعته بتزيد. سهم اهو بتاع ال V عمال يكبر. معناها انه بيعمل اكسلريتنج الاكسلريشن ان ذا سيم دايركشن اوف فيلوسيتي. بيعمل اكسلريشن خلاص بس الاكسلريشن هنا رايحه في ناحيه الشمال فعشان كده الاكسلريشن هنا بالنيجاتيف. او الشكل رقم 4. الشكل رقم 4 اهو بص حضرتك السرعه بتاعتي برضو رايحه ناحيه الشمال بس السرعه بتقل. السرعه هي السهم بتاع السرعه عمال يصغر فبالتالي بيحصل لها ديسيلريشن. يعني الاكسلريشن عكس الايه الفيلوسيتي فهنا بيعمل ديسيلريشن بس الاكسلريشن هنا ماشيه مع البوزيتيف دايركشن فعشان كده الايه ديسلريشن ده بوزيتيف. اللي انا عاوز اوصله لحضرتك بقى يعني من غير ما توجع دماغك خالص لان العمليه دي عمليه سهله قوي مش لازم انك يعني ايه تركز قوي فيها. انا عايزك بس تبقى واصل لك حاجه مهمه قوي ان التايب اوف اكسلريشن ده حاجه انه اكسلريتنج او ديسلريتنج دي معناها ان الاكسلريشن مع الفيلوسيتي ولا عكسها. والساين اوف اكسلريشن دي حاجه ثانيه. دي حاجه تانية خالص. الساين اوف اكسلريشن معناها ان الاكسلريشن فيكتور مع اتجاه البوزيتيف للاكس ولا عكسه. وعشان كده زي ما حضرتك شايف ممكن الاقي اكسلريشن بوزيتيف او نيجاتيف والاقي ديسلريشن بوزيتيف او نيجاتيف. يعني كده يا دكتور مربوطش ان الديسلريشن دايما نيجاتيف. بالظبط يعني الجديد عندنا مش بقول لك ان الكلام اللي خدته قبل كده غلط لا هو صح 100% بس كان دايما
كان بيحط لك اتجاه الحركه اللي هو اتجاه الفيلوسيتي بلس بيبقى هو الاتجاه البوزيتيف. فكان طبعا طبيعي ان السرعه لما تزيد كان بيعمل اكسلريتنج، فكانت الاكسلريشن تبقى بوزيتيف، لما السرعه كانت الاكسلريشن تبقى نيجاتيف. لا احنا عاوزين نتحرر بقى من الفكره دي، الفكره دي ان الجسم ممكن يبقى ماشي يمين او شمال خلاص. فعشان كده الاكسلريشن كنوع ده حاجه والاشاره حاجه تانية خالص. تمام يا شباب كده يعني كده في مسائل لما يديني يقول لي ديسيليريشن يعني الجسم ماشي بديسيليريشن ويديني رقم بوزيتيف هحط الرقم بوزيتيف زي ما هو. لا بصي قبل ما يقول لك ديسيليريشن دي معناها ان على طول ان الاكسلريشن بتاعتي عكس الفيلوسيتي، ابتدي اشوف الفيلوسيتي بتاعتي بقى فين خلاص الاكسلريشن هتبقى عكسها. فاهم اقصد ايه؟ يعني ممكن يقول لي ديسيليريشن ويديني رقم بوزيتيف ساعتها اروح للرقم الاشاره بتاعه الفيلوسيتي بالظبط. حتى لو كانت نيجاتيف ساعتها الديسيليريشن ممكن يبقى بوزيتيف ولا ديسيليريشن معناها ان الاكسلريشن عكس الفيلوسيتي، يعني اشاره الفيلوسيتي حاجه واشاره الاكسلريشن عكسها. اشاره الفيلوسيتي يبقى الاكسلريشن نيجاتيف، اشاره الفيلوسيتي نيجاتيف يبقى الاكسلريشن بوزيتيف. الكلام ده ما تقلقوش هنشوفه حالا في اكزامبل هشرحه لكم. تمام اوكي. انا بس اللي عاوزكم تفهموه في السلايد دي خلاص ان التايب ده حاجه والاشاره حاجه ثانيه. اوكي هو ده بس اللي عاوز اوصله لكم في السلايد دي، ان نوع الاكسلريشن ده حاجه. طب النوع ايه هو؟ اكسلريتنج وديسيليريتنج. الاكسلريتنج يعني الاكسلريشن ان ذا سيم دايركشن اوف فيلوسيتي، ديسيليريتنج يعني الاكسلريشن ان اوبوزيت دايركشن اوف فيلوسيتي. ده بالنسبه للنوع. بالنسبه للاشاره الساين تعتمد على ان الاكسلريشن مع البوزيتيف دايركشن ولا عكسه. خلاص تمام هنشوفها حالا في ايه في اكزامبل كمان شويه. طيب نتنقل، حد ليه اي سؤال؟ يحيى ليك سؤال؟ طيب بعد ما فهمنا الكونسبت الاساسيه المفاهيم الاساسيه في البوزيشن والديسبيسمنت والفيلوسيتي والاكسلريشن والكلام ده كله، وقبل ما نحل المسائل عاوزين بس نعرف نوع المسائل هيبقى عامل ازاي. المسائل بتاعتنا دايما زي ما حضرتك شفت كده من الايكويشنز اللي احنا لسه متكلمين فيها، ان الايكويشنز بتاعتنا ان احنا من البوزيشن ناخده نعمل دريفاتيف اهو من البوزيشن بروح للفيلوسيتي عن طريق ديفرنشيشن بروسيس، الفي هي عباره عن دي اس باي دي تي، بعد كده ديفرنشيشن بروسيس مره ثانيه يديني الاكسلريشن اللي هي دي في باي دي تي او اللي هي السكند ديريفاتيف بتاع الايه بتاع الاس بالنسبه لتي. طيب المسائل بتاعتنا بتيجي نوع من ثلاثه، يا اما ان هو يديني الفانكشن بتاعت الاس خلاص وبعد كده اروح منها اعمل ديفرنشيشن او اجيب الديريفاتيف مره واثنين اجيب فيلوسيتي واجيب اكسلريشن، ده نوع. او الانفرس بروبلم، الانفرس بروبلم ان هو يديني الاكسلريشن يعني مثلا يقول لي الاي ايكوال 3 تي بلس 5. طب حضرتك عايز تجيب معلومات عن الفيلوسيتي يبقى بالراجع اهو عن طريق الانتجريشن اقدر اجيب الفيلوسيتي خلاص وانتجريشن مره كمان اقدر ان انا اجيب الايه اقدر ان انا اجيب البوزيشن، وطبعا بعد كده اقدر بقى اجيب الفيلوسيتي والاكسلريشن والبوزيشن في اي لحظه، اقدر اجيب ديسبيسمنت، اقدر اجيب توتال ديستانس وهكذا خلاص. طيب في نوع ثالث من المسائل، احنا قلنا النوع الاول ان انا اعمل ديريفاتيف مرتين، النوع الثاني ان انا اعمل انتجريشن مرتين، النوع الثالث بنسميه انترميديت بروبلم. انترميديت يعني ايه؟ يعني اديني الفيلوسيتي ويطلب مني اكسلريشن ويطلب مني بوزيشن، فانا من الفيلوسيتي اروح اجيب اكسلريشن عن طريق الديريفاتيف، ومن الفيلوسيتي اقدر اروح اجيب بوزيشن عن طريق الانتجريشن. اوكي فدي الانواع المختلفه المتوقعه في الايه في المسائل بقى. طب تعالوا نشوف الانواع دي بقى بتستخدم ازاي او بتجينا المسائل شكلها ايه. هنبدا الاول بمساله بسيطه قوي، حد لي اول يعني حاجه سؤال في الكلام اللي قلناه ده؟ متهيألي كلام سهل قوي، حته ان ده ديريفاتيف مرتين وانتجريشن مرتين اعتقد ما فيهوش اسئله يعني. لو حد ليه سؤال يتفضل. طيب نروح بقى للبروبلمز بتاعتنا بتتحل ازاي. هناخد النهارده تو اكزامبلز وان شاء الله شغلنا هنكمله باذن الله الاسبوع الجاي باذن الله. اول اكزامبل عندنا
الـ example 12.1 وده عبارة عن مثال، يعني مجرد بداية للموضوع بيخليك تحفظ القوانين بس. يعني دايما مسائل لما تيجي تبتدي تشتغل في أي موضوع دايما أول مسألة بتبدأ بيها عادة بتبقى مسائل سهلة قوي، هيش مسائل امتحانات بمعنى أصح، يعني جاست إنها بتحفظك القانون وبتعلمك طريقة استخدام القانون. بعد كده بتروح لمسائل أصعب بقى اللي هي بتخش على الليفل بتاع الامتحانات. المسألة اللي قصاد حضرتك دي أهي زي ما حضرتك شايف كده، مسألة بسيطة قوي، بيقول لي إن أنا عندي عربية بتحرك the car on the left in the photo in figure كذا، عندي عربية بتتحرك ناحية اليمين زي ما حضرتك شايف كده، moves in a straight line. طبعا معنى كلمة straight line يعني على طول من حق إن أنا أستخدم قوانين rectilinear motion. such that for a short time its velocity is defined by ال velocity بتاعتي defined by 3t squared plus 2t 3t squared plus 2t feet per second. طبعا ال position أو ال distance أو ال displacement بتقاسه بال unit length اللي هو المتر أو الفيت، ال velocity بتقاس متر per second أو feet per second، ال acceleration متر per second squared أو feet per second squared. هو بيقول لي الفيلوسيتي بتتغير مع التايم بالريليشن 3t squared plus 2t where t is in second. عايز البوزيشن والاكسلريشن عن 3 ثواني، ومديني معلومه ان عند t ب 0 يعني initially عند t ب 0 كانت الاس الانيشال بايه؟ ب 0. طيب لما اجي احل مساله زي ديت بمنتهى البساطه، انا معايا ال v 3t squared plus 2t اهو، ادي ال v بتاعتنا، ال v equal 3t squared plus 2t. عايز اجيب مره acceleration ومره position. فببساطه جدا عشان اجيب الاكسلريشن يبقى هقول ان الاكسلريشن هي عباره عن dv by dt. دايركت derivative بتاعتنا على طول هتبقى عباره عن 6t plus 2. عايز عند 3 ثواني يبقى هقول ال a at t equal 3 seconds. دايركت هتبقى عبارة عن 6 times 3 18 plus 2 تطلع 20 feet per second squared. دي كده تمثل الاكسلريشن بعد 3 ثواني. يبقى الدريفاتيف اداني الاكسلريشن. طب عايز اجيب البوزيشن يبقى هقول v equal 3 t squared plus 2 t. يبقى على طول البوزيشن هو عبارة عن الانتجريشن بتاع الفانكشن بتاعت ال v بالنسبة للتايم. يبقى الانتجريشن بتاع 3t squared plus 2t dt. حضرتك طبعا تقدر تعمل الانتجريشن ده بكل بساطه، يبقى الاس ايكوال ازود الباور واحد واقسم على الباور الجديد، يبقى هقول t cubed plus طبعا 2t squared over 2 اللي هي تبقى t squared plus constant. الكونستنت ده بجيبه منين؟ هاجي اقول ان الوضع الانيشال بتاعي ان at t equal 0 كانت الاس الانيشال ب 0. S initial بزيرو يعني بدأ من الأورجن. طبعا مش لازم أي مسألة إنه لازم يبدأ من الأورجن، مش شرط. ممكن يقول لك at t equal 0 الـ S بخمسة، الـ S بثلاثة. خلاص؟ هنا ظروف المسألة إن هو بدأ من الأورجن. حضرتك لما تحط الـ T بزيرو والـ corresponding S بزيرو يطلع لك إن الـ C ده بيساوي صفر. يعني يطلع لك finally إن الـ S equal T cube plus T squared. دي الـ function بتاعت الـ S. حضرتك عايز تجيب الـ S عند 3 ثواني بمنتهى البساطة، يبقى الـ S at 3 second هتبقى عبارة عن 3 cubed plus 3 squared. تحسبها وتشوف النتيجة تطلع بتساوي كده. اوكي طبعا هيطلع 27 زائد 18 يطلع 45 feet. دي زي ما بقول لحضرتك مسائل تمهيدية جاست انها بتحفظك القوانين وبتعلمك طريقة استخدامها. طيب الانتجريشن هنا ممكن نعمله بطريقة تانية اسهل شويه. ايه هي؟ ممكن تعمله انتجريشن ويز ليميتس. يعني ايه؟ يعني ممكن بمنتهى البساطه حضرتك تيجي هنا بدل ما تعمل انتجريشن وتطلع فيه كونستنت ترجع تجيب الكونستنت ده، اقدر ان انا اعمله انتجريشن ويز ليميتس. يعني اقدر اقول ان دي اس باي دي تي ايكوال في، الفي بتاعت اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن 3 تي سكويرد بلس 2 تي. حضرتك تقدر تجيب الدي تي في الطرف بتاع التايم، يبقى اقدر اقول ان دي اس ايكوال 3 تي سكويرد بلس 2 تي في دي تي انتجريتنج بوست سايدز، عامل انتجريشن للطرفين
طب الانتجريشن دوت هعمله ايه؟ هعمل لي lower limit و upper limit. lower limit بتاعه ايه هو؟ ان عند t بزيرو كانت الاس الكورسبوندنج بزيرو، يبقى t اهو الطرف بتاع t، t equal zero، الاس بزيرو. عند اي time t corresponding position اسمه اس. طيب حضرتك لما تعمل الانتجريشن ده يبقى هقول انتجريشن دي اس باس من زيرو لاي اس ايكوال الطرف الثاني الانتجريشن هيبقى تي كيوب بلس تي سكويرد من زيرو لاي تي. هعوض بالليمتس بتاعتي الاس والزيرو والتي والزيرو، يطلع لي فاينالي ان الاس ماينس زيرو ايكوال تي كيوب بلس تي سكويرد، طبعا والتي زيرو يدي زيرو، يطلع لي نفس الايكويشن هي هي من غير ما اعدي على الكونست. اوكي طبعا احنا بنقول طبعا هي المساله بسيطه جدا، مش مستاهله انك تعمل حلين، انا بس بشرح لك فكره الانتجريشن دي ودي عشان بعد كده حضرتك في اي مساله عاوز تعملها كده او تعملها كده براحتك، مفيش اي مشكله خالص. وكل المسائل تنفع الاثنين يعني، ولا في مسائل واحده بس اللي تنفع؟ لا اي مساله تنفع فيها انتجريشن، اصل هو في الاخر هو مدي لك كونديشن، كونديشن ده حضرتك بتستخدمه عشان تجيب الكونستنت. اوكي فلو انت عملت الليميتس دي هيجي لك الكونستنت محسوب جاهز. اه تمام. اوكي فاي مساله تنفع فيها كده او كده، إيه على حسب بقى ما انت تستريح يعني، انت استريحت انك تعمل انتجريشن وتطلع كونستنت وتحسبه، اوكي عايز تحط ليميتس وتحسب الكونستنت دايركت زي ما انت عايز. خلاص دي كلها ماثيماتيكال ايه اوبريشنز، انت ليك مطلق الحريه فيه. انت كمان حضرتك بقى على الكالكوليتر اصلا، لو انت مثلا سي انك عايز تخلص المساله وتحسب عند اس عن 3 ثواني، تقدر بمنتهى البساطه تروح جاي قايل عند تي دي بدل تي دي تحط دي الرقم ده 3 يطلع لك الاس بتاع 3 ثواني. تمام تي. وطبعا كلكم معاك الكالكوليتر، تقدر انك تدخل له الفانكشن وتعمل له انتجريشن من 0 ل 3 يدي لك النتيجه دايركت. احنا كميكانكس ما يهمناش عملت الانتجريشن ازاي، يعني تفاصيل انك عملت الانتجريشن ازاي ما يهمناش، ده شغل الايه الماثماتكس، بس احنا يهمنا الريزلت هتطلع كام. تمام بس طيب. فدي ده الاكزامبل الاولاني اهو اللي احنا كنا بنتكلم فيه اهو، وده الحل قصاد حضراتكم نفس طبعا اللي احنا عملناه، هو جاب الاكسلريشن، جاب سوري ال v equal ds by dt، عملنا الانتجريشن طلع الفانكشن بتاعتنا، عوضنا بال 3 seconds طلعت الاس بتاعتي بتساوي كذا، تطلع سوري مش تطلع 36، انا حسبتها 45 غلط، خلاص تطلع 36 هي 27 زائد 9، 27 زائد 9، 27 زائد 9 ب 36 بس. وبعد كده المره الثانيه جبنا الاكسلريشن، عملنا الدريفاتيف، جبنا الاكسلريشن عوضنا عن التي ب 3 تطلع الاكسلريشن بتساوي ايه؟ بتساوي 20. طيب دي المساله الاولانيه، وزي ما مساله مجرد تمهيديه يعني، مجرد ان احنا بنحفظك القوانين وتعرف ازاي ايه تستخدم، ما هياش مساله امتحان خالص يعني، عمري ما هجيب لك مساله انك تعمل ديريفاتيف وانتجريشن وتعوض وكلام من ده، لا اطلاقا. لازم نختبرك في الايه؟ في الحاجات الديفينيشنز بتاعت الميكانكس اللي احنا اتكلمنا فيها في المحاضره. فالمساله الثانيه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي بقى دي بقى في منتهى الاهميه، النوع بتاع المسائل ده هو ده اللي بيجي في الامتحان بقى، اللي هي الاكزامبل اللي قصاد حضرتك اللي هو اكزامبل 12.5. عايزين نفهمه كويس قوي، نفهم طريقه الحل بتاعته ازاي، لان زي ما بقول لحضرتك النموذج ده من المسائل هو نموذج امتحانات هو نموذج امتحانات فعلا. طيب المساله بتقول لحضرتك ايه، ومساله سهله وبسيطه قوي، بيقول لحضرتك بارتكل موفز along a horizontal path، طبعا horizontal path يعني rectilinear motion with a velocity of v equal 3 t squared minus 16. دي برضو تعتبر intermediate problem، قلنا يا اما يديني البوزيشن واعمل derivative مرتين اجيب velocity و acceleration، او يديني الacceleration واعمل integration مرتين خلاص، او يديني الvelocity ومنها اقدر اروح اجيب بوزيشن واقدر اجيب acceleration. هنا رجع تاني برضو اداني الـ velocity 3t squared minus 6e minus 6t meter per second. t is the time in seconds. طبعا الـ velocity زي ما حضرتك شايف meter per second. if it is initially located at the origin. بيقول لك برضو في المسألة دي كمان ان هو initially بدأ عند الـ origin. كلمة دي مهمة قوي.
لازم وانت بتقرا المساله هتلاقي في الداينامكس كل كلمه بتتكتب في التكست ليها معنى. يعني يمكن الستاتكس لحد ما انت كنت بتشوف الرسمه وبيبقى التكست بتاعنا قليل قوي، انت عارف ان الشكل ده بيتحل خلاص بالطريقه الفلانيه وخلاص على كده، لكن في الداينامكس هتلاقي كل كلمه ليها معنى. فبيقول لك if it is initially located at the origin، الكلمه دي معناها ان at t equal 0 الاس بايه؟ الاس الانيشال بتاعتي بزيرو. زي ما اتفقنا مش لازم في كل مساله يبدا من الاوريجن، ده ظروف الاكزامبلز اللي قصادنا انها جت كده. طيب ايه المطلوب بقى؟ طالب الترافل ديستانس خلال 3 ثواني ونص determine the distance traveled in 3.5 second plus travel distance دي خلي بالي منها كويس قوي. ليه؟ لان travel distance دي قد يكون في الثلاث ثواني ونص دول غير حركته، وممكن ما يكونش غير حركته تجاه الحركة، يبقى لازم اختبر الموضوع ده خلاص. طيب عايز ايه كمان؟ عايز average velocity. average velocity دي تتطلب حساب displacement كمان، يبقى أنا مش هجيب total distance بس، هجيب displacement and the average speed during the time interval. طيب تعال نشوف بقى الكلام ده إيه هيتحل إزاي. إحنا عندي الفانكشن بتاعت 3t squared minus 6t وعاوزين displacement ومنها هجيب average velocity، وعايز أجيب total travel distance ومنها هجيب average إيه؟ average speed. تعال نشوف الكلام ده هيتحل إزاي بقى بالتفصيل. 3t squared minus 6t اهو، فانا عندي اهو v equal 3t squared minus 6t. تعالى في الاول دايما في اول اي مساله حاول انك تجيب الثلاثه الاساسيين اللي هم البوزيشن والفيلوستي والاكسلريشن. فانا هنا دايركت اقدر اجيب الايه؟ الاكسلريشن مثلا اللي هي هتبقى 6t minus 6 خلاص. واحد يقول لي الاكسلريشن هنا مش مطلوب عنها حاجه خالص، انا عارف ان هي مش مطلوبه بس انا هحسبها عشان في حاجه معينه في الشرح هحتاج فيها ان انا ايه اوضحها لك عن طريق الاكسلريشن. طيب عايز البوزيشن، البوزيشن بمنتهى البساطه هتبقى s الانتجريشن بتاع الكلام ده انتجريشن اوف v dt هيساوي integration بتاع 3t squared تبقى t cubed 6t ازود الباور واحد واقسم على الباور الجديد يبقى minus 3t plus constant. الconstant ده طبعا هو قايل لي at t equal 0 قايل لي انه بدأ من الاوريجن كانت ال s الانيشال 0، حضرتك هتحط هنا ال t ب 0 وال s ب minus 3t minus ايه؟ 3t squared هحط الـ t بـ 0 والـ s بـ 0 هيطلع الـ c بيساوي 0 هيطلع لي finally الـ s equal t cube. مش الـ s نود بـ 3 هو قال لنا إن كان في s نود في الأول؟ لا s قال لي إنه بدأ من الـ origin، قال لي عايز الـ displacement والـ total distance والكلام ده كله عن 3 ثواني ونص. أهو المسألة قصاد حضرتك أهو نقراها تاني. Particle moves along a horizontal path with a velocity كذا if it is originally it is initially located at the origin O. لحظة البداية عند T ب 0 كانت الـ S ب 0. بعد كده عايز بقى الـ travel distance والـ average velocity والـ average speed عن 3 ثواني ونص. يعني 3 ثواني ونص دي الـ final position بتاعه. تمام؟ تمام يا باشمهندس؟ تمام شكرا يا دكتور. نعم. تمام. طيب بص بقى معايا كده. بعد ما جبنا اهو احنا كده خلاص جبنا الاكسلريشن فانكشن وجبنا الايه وجبنا البوزيشن فانكشن. نيجي اول حاجه انا بتحرك من 0 ل 3 ثواني ونص، بقدر دايركت اروح حاسب الاس نود والاس بتاعت 3.5 سكند. دي دايركت جاست ان انا اعوض واطلع الناتج. طبعا اس نود ب 0 هو اللي قايلها لي اصلا، يعني هو اللي قايل لي انه بدأ من الاوريجن. فعند t equal 0 الاس الانيشال بكام؟ ب 0. طب عند 3.5 يبقى حضرتك هتعوض ب 3.5 cubed minus 3 times 3.5 squared وتحسب الايه؟ الاس دي. هتلاقي الاس دي هتطلع 6.125 متر. يبقى انا عرفت ان هو اتنقل من الاوريجن بعد 3 ثواني ونص بقى على بعد
6.125 متر. طب عايز احسب الديسبليسمنت، عايز احسب الايه الديسبليسمنت، ببساطه جدا اروح قايل ان الدلتا اس هتساوي الاس الفاينل هي اس 3.5 سكند ماينس الاس الانيشال اللي هي هتبقى عباره عن 6.125 ماينس 0. طبعا زي ما باكد تاني اهو ظروف المساله انه بدا من الاوريجين، دي ده حاجه رقم للمساله بس، مش لازم كل المسائل يبدا من الاوريجين. بس فالرقم دوت لازم تقرا كويس تشوف الانيشال فيه، ده ماينس 0 يطلع 6.125 متر، ده يديني الايه ديسبيسمنت. من ديسبيسمنت طب هو احنا عرفنا منين اللي ما غيرش اتجاه في 3 ونص؟ في خلي بالك الديسبيسمنت ملهاش دعوه هو غير اتجاه ولا ما غيرش، يعني حتى لو غيرت اتجاه مش ماينس منها بالظبط. في الديسبيسمنت ملهاش دعوه راح يمين راح شمال، ما تفرقش معايا، هي ليها دعوه كان فين وبقى فين. تمام ده الديسبيسمنت. طب التوتال ترافل ديستانس لا لسه هنتكلم عليه. خلاص تمام. طيب الديسبيسمنت دي بنستخدمها في حساب انهي فيلوسيتي؟ ها الافريج فيلوسيتي. افريج فيلوسيتي بالظبط، يبقى الافريج فيلوسيتي يبقى هقول الفي افريج، الفي افريج اللي هي عباره عن دلتا اس على دلتا تي، دلتا اس بتاعتي اللي هي 6.125 ديفايدد باي دلتا تي اللي هي 3.5 ماينس 0. اوكي دي تمثل الايه الافريج فيلوسيتي. احسب الرقم ده اشوف الناتج بتاعي يطلع كذا متر بير سكند. طب ده الافريج فيلوسيتي والديسبيسمنت، وزي ما زميلكم قال من شويه ان انا وانا بحسب الديسبيسمنت والافريج فيلوسيتي ماليش دعوه البارتكل راح جه، ماليش دعوه، ليه دعوه كان فين وبقى فين. طيب الجزء بقى الثاني اللي هو اصعب شويه اللي هي التوتال ديستانس والافريج سبيد. توتال ديستانس والافريج سبيد لازم اتتبع مسار البارتكل واشوف هو غير حركته ولا لا. طب دي هنعملها ازاي؟ دي هنعمل حاجه ان انا اعمل تيست ازاي؟ اشوف الفيلوسيتي هنسوي بزيرو ونشوف الكيرو. برافو عليكم. يبقى انا هنا هعمل تيست او اختبار اشوف الفيلوسيتي هل هي بزيرو جوه الانترفال ده ولا لا. فيبقى انا هعمل حاجه هنا ايه بقى، هعمل حاجه اسمها زيرو فيلوسيتي تيست. زيرو فيلوسيتي تيست، ايه الزيرو فيلوسيتي تيست ده؟ ليت في ايكوال زيرو. واحد يقول لي طب ما هو ما طلبش ان في بتساوي صفر، دي خالص انا اجيبها من عندي كده، احطها من عندي عشان اعرف هو غير حركته جوه الانترفال الزمني ده ولا لا. طيب الفي بتاعتنا كانت بكام؟ الفي بتاعتنا لو حضرتك تفتكر اهي زي ما حضرتك شايف كده كانت 3 تي سكويرد ماينس 6 تي. فتعال نحط الفانكشن دي اهي، فهاجي اقول 3 تي سكويرد ماينس 6 تي ايكوال 0، طبعا ديفايد باي 3 اقسم على 3 واخد التي كومن فاكتور يبقى تي سكويرد ماينس 2 تي ايكوال 0، يبقى تي تايمز تي ماينس 2 ايكوال 0. طبعا الايكويشن دي ليها 2 روتس او ليها حلين، الحل الاولاني اللي هو تي بتساوي صفر ده حل ملوش قيمه، ليه؟ لان دي بدايه الحركه وكان الجسم لا راح ولا جه لسه، يعني هيغير حركته في البدايه ازاي؟ فعشان كده الحل بتاع تي ايكوال 0 ده حل براكتيكالي ملوش قيمه. ده حل طلع من الماثماتكس لكن براكتيكالي ده كان بدايه الحركه لكن لسه لا راح لا يمين ولا شمال. طيب الحل اللي يهمني هو الحل الثاني اللي هو تي ايكوال 2. تي ايكوال 2 دوت يبقى السرعه هتبقى 0 عند ثانيتين، والثانيتين اللي جوه الانترفال اللي بين 0 و 3.5 سكند. يبقى خلي بالي هنا ان شور هو غير اتجاه حركته. طب غير اتجاه حركته ازاي؟ تعال نتفرج بقى الشكل تم ازاي اهو. تعال نرسم شكل الحركه ونشوف تمت ازاي. ادي الخط اللي ماشي عليه البارتكل وادي الاوريجن. عند تي ايكوال 0 كان موجود عند الاوريجن، كان البارتكل موجود هنا. عند 3 ثواني ونص، ركزوا قوي بقى في الحته دي لانها حته مهمه قوي، عن 3 ثواني ونص بقى موجود على بعد 6.125 متر بوزيتيف.
يبقى ده عند t equal 3.5 second. طيب هل هو مشي من الأوريجين اللي هو عند t equal 0 لحد هنا direct؟ لا، واضح ان هو غير اتجاه حركته عند ايه؟ عند ثانيتين. وعند ثانيتين اعرف مكانه ازاي؟ اعوض عن في الاس في t equal 2 seconds. يبقى انا هنا هقول s at 2 seconds equal، عاوز اعرف اللوكيشن بتاعه عن ثانيتين كان بكام. بمنتهى البساطه حضرتك هتبص كده في الفانكشن بتاعت الاس اهي، ادي الفانكشن بتاعت الاس اللي هي t cubed minus 3t squared، وعوض عن t باتنين دي هتوضح لي الجسم راح في انهي حته. طيب انا هنا هروح شايل t cubed minus 3t squared وعوض ب2 اهو، يبقى هقول ان الاس عن ثانيتين عبارة عن 2 cubed minus 3 times 2 squared، يبقى بتساوي ايه؟ 2 cubed اللي هي 8 minus 3 times 2 squared اللي هي 4، يبقى 8 minus 12 equal negative 4. negative 4 يعني ايه؟ يعني معناها ان هو موجود في الناحية النيجاتيف من الاوريجين اهو، من هنا هقيس مسافة 4 متر هو هنا عند ثانيتين t equal to a. يبقى تفسير الموضوع ان هو بدأ من نقطة t equal 0 عند الأوريجين راح ناحية الشمال بالشكل ده لحد ما وصل عند ثانيتين ال v equal 0، وبعد كده رجع رد ناحية اليمين بالشكل ده. طبعا ما فيش zero velocity جديد، اخر zero velocity بتاعي اللي هو الثانيتين، فعشان كده اما رجع رد ناحية اليمين هيفضل مكمل لحد infinity. طب انا عايز التوتال ترافل ديستانس، هاجي اقول ايه؟ بدا من هنا اتحرك 4 متر ناحيه الشمال، وبعدين رجع رد ناحيه اليمين ل 4 متر ودخل في البوزيتيف 6.125، يبقى كان التوتال ترافل ديستانس هتبقى كام؟ يبقى كان التوتال ديستانس 10.1، توتال ديستانس اللي هي من المصدر بالرمز اس تي تبقى عباره عن 4 متر تو ذا ليفت اهو، 4 متر اللي قصاد حضرتك ناحيه الشمال بلس 10.125 ناحيه اليمين اللي هم الاربعه اللي في ناحيه النيجاتيف اللي رجعهم زائد دخل في البوزيتيف 6.125، يبقى التوتال ترافل ديستانس هتبقى 14.125. طبعا هنا واضح جدا ان التوتال ديستانس اختلفت تماما عن الديسبيسمنت. Total distance والdisplacement يساووا بعض طول ما الجسم ماشي في اتجاه واحد. طبعا لو ماشي في اتجاه واحد positive هتبقى total distance والdisplacement قد بعض كماجنيتيود وكأشارة، لكن لو هو رايح في الناحية النيجاتيف وماشي في اتجاه واحد تبقى total distance والdisplacement قد بعض كرقم، لكن الdisplacement هتبقى نيجاتيف والtotal distance هتبقى positive. Total distance دايما positive مفيهاش فصالة. دي التوتال ديستانس. حد يا جماعه مش قادر يستوعب التوتال ديستانس اتحسبت ازاي؟ بالمناسبه ما فيش مساله بتيجي في امتحان سواء في كويز او ميد تيرم في الريكتلينير موشن الا وفيها توتال ديستانس، فيها ديسبيسمنت، فيها افريج فيلوسيتي وافريج سبيد والكلام ده كله. عشان كده بقول لك النموذج اللي قصادك ده نموذج امتحان. اوكي؟ طيب بعد ما حسبنا التوتال ديستانس اقدر بقى اجيب الافريج سبيد ولا ما اقدرش؟ ها يا شباب الافريج سبيد هتساوي ايه؟ التوتال ديستانس اوفر التوتال تايم. بالظبط، يبقى الافريج سبيد هتبقى ايكوال توتال ديستانس اللي هي اس اوف تي او اس توتال على دلتا تي اللي هي هتبقى 14.125 متر ديفايدد باي 3.5 ماينس 0. احسب الكلام ده واشوف الناتج هيطلع كام متر على الايه؟ على الثانيه. يبقى دي الافريج فيلوسيتي والافريج ايه؟ والافريج سبيد. اوكي؟ طيب لو طلبت منك كمان انك تحسب الايه؟ الافريج اكسلريشن. هي مش مطلوبه بس لو فرض ان انا طلبتها منك تحسب الافريج اكسلريشن ازاي؟ الافريج اكسلريشن
دلتا في على دلتا اوفر تايم بالظبط، هتبقى ال v بتاعت الثلاث ثواني ونص ناقص ال v الانيشال على 3.5 ماينس 0. تقدر طبعا انت عندك ال v فانكشن تعوض وتطلع. طيب السؤال بقى المهم قوي دلوقتي، في عندنا كام ملاحظه مهمين قوي عاوزين نعرفهم. ايه هما؟ الملاحظه الاولانيه، هل في قانون يقدر يجيب لي التوتال ديستنس اللي قصاد حضرتك دي دايركت من غير مرسم؟ يعني في واحد يقول لي ايه، يقول لي انا الرسمه هي اللي وضحت لي اهو، اما رسمنا وضحت لي مشي قد ايه الناحيه دي ومشي قد ايه الناحيه دي وحسبنا التوتال ايه التوتال ديستنس. طبعا بالمناسبه قبل ما انسى، الديسبيسمنت ملهاش دعوه راح يمين راح شمال، الديسبيسمنت هو من الوضع الايه الاولاني اللي هو عند الانيشال تايم للوضع الايه الفاينال تايم، ده الديسبيسمنت غير التوتال ديستنس خالص. طيب السؤال، هل ممكن من غير مرسم، هل في قانون يجيب لي التوتال ترافل ديستنس دايركت زي الديسبيسمنت كده، ولا لازم ايه، ولا لازم ارسم؟ ممكن نعمل يا دكتور اللي هو من اس 3 ونص ل 0 وبعدين من نقسمها، يعني نقسمها ازاي من 0 ل 2 ومن 2 ل 3 ونص. طب اجيب اكتب القانون ازاي؟ S2 minus S1 go absolute زائد S3 minus S minus S2 go absolute. برافو عليك. بص بقى الفكرة اللي قالها زميلكو دي هايلة. ايه هي؟ ان انا اقدر اقول ان total distance، total distance اقدر اقول ان انا بتنقل اهو، بتنقل من نقطة initial بس لنقطة مثلا عند V equal 0، من النقطه الانيشال لنقطه في ايكوال 0، بعدين برجع من في ايكوال 0 لحد نقطه ثانيه اللي هي الفاينل. فاقدر اقول ان انا هجيب الديسبيسمنت بتاع المرحله الاولى، يعني هجيب الاس ات في ايكوال 0 ماينس الاس الانيشال ماينس الاس الايه الانيشال، واخد الابسوليوت بتاع الكلام ده. ليه الابسوليوت؟ لان انا عايزها كمسافه، انا ما يهمنيش الجسم راح يمين ولا راح شمال، ما يفرقش معايا. خلاص. وبعد كده وهو راجع، رجع من اول في ايكوال 0 لحد النقطه الفاينل، يبقى هقول الاس فاينل ماينس الاس ات في ايكوال 0 واخد المودولس بتاعه. هو في ايكوال 0 دي يعني عند 2 يعني؟ الفي ايكوال 0 دي عند ثانيتين في المثال بتاعنا يعني. انا هحطها عام يعني. طب واحد يقول لي طب تعالى نجرب القانون ده كده، هيديني نفس الناتج بتاع ال 14.125 اللي احنا جبناه قبل كده. تعال نشوف هنا الاس ات في ايكوال 0 اللي هي الاس بتاعت الثانيتين، بتاعت الثانيتين دي كانت نيجاتيف 4، الاس بتاعت الثانيتين كانت نيجاتيف 4 ماينس الاس الانيشال كانت 0 صح، بعد كده بلس الاس فاينل اللي هي كانت 6.125 ماينس الاس بتاعت الفي ايكوال 0 اللي هي كانت يبقى ماينس اوف نيجاتيف 4. حضرتك هتلاقي الناتج ده المودلس الاولاني يبقى يطلع 4 والمودلس الثاني يطلع 10.125 اللي هو يطلع نفس الناتج اللي احنا طلعناه اللي هو 14.125. يبقى انا ممكن من القانون اللي قصاد حضرتك ده، وده فعلا في طلبه كتيره قوي بتعمله، ان من القانون ده اهو من غير ما ارسم، من غير ما اعمل اي حاجه، اقدر اطبق القانون دوت جاست ان عرفت الزيرو فيلوسيتي موجود فين، اجيب مكانه اللوكيشن بتاع الزيرو فيلوسيتي واطبق القانون اللي قصادنا ده. فدي برضو ملاحظه مهمه قوي لازم نخلي بالنا ايه، لازم نخلي بالنا منها. نفس الكلام اللي قصاد حضرتك اهو هو نفسه الكلام المكتوب على الايه، على التوتال ديستنس، نفس الكلام المكتوب على التوتال ديستنس هو نفس الوجه. طيب الملاحظه الثانيه، الملاحظه الثانيه بقى، لو انا عايز، لو انا لقيت اكتر من زيرو فيلوسيتي جوه الانترفل، يعني افرض في المساله دي وانا بحل الفيلوسيتي حطيتها بزيرو، لقيت ان الفي بتساوي زيرو عند ثانيه وعند ثانيتين مثلا، او عند مثلا ثانيه ونص وعند ثانيتين ونص، واحد يقول لي ايه ده القانون ده ساعتها ما ينفعش؟ يعني افرض ان انا عند بارتكل كده اهو من النقطه الانيشال لنقطه عند في تساوي زيرو، بعد كده رد من النقطه دي رجع لنقطه ثانيه راحت في بتساوي زيرو، وبعد كده راح راجع رد كده بالشكل ده اهو لحد الاس فاينل،
لو لقيت 2 زيرو فيلوسيتي او 3 زيرو فيلوسيتي وهكذا، هل القانون ده ما ينفعش؟ لا ينفع. ازاي؟ بمنتهى البساطه حضرتك هتيجي تقول ان الاس 2 توتال عباره عن ايه؟ ابدا من النقطه الانيشال اروح لاول زيرو فيلوسيتي، يبقى اقول اس ات في ايكوال زيرو الاولانيه ماينس الاس انيشال واخد المودلس بتاعه، بلس اروح من اول زيرو فيلوسيتي لتاني زيرو فيلوسيتي المودلس بتاع اس ات في ايكوال زيرو تانيه ناقص الاس ات في ايكوال زيرو الاولانيه واخد المودلس بتاعها. اوكي طيب لو في عندي اكتر من زيرو فيلوسيتي اقعد مزوده، اروح مزود 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 خلاص ان شاء الله يكون عندي 3 زيرو فيلوسيتي 4 زيرو فيلوسيتي وهكذا لحد ما اوصل لاخر زيرو فيلوسيتي، اروح مزود اقول بلس المودلس بتاع الاس فاينل ماينس الاس بتاع اخر زيرو فيلوسيتي. انا بدل ما فاهم الفكره اقدر ان انا اطبقها ببساطه، يبقى انا ببدا من الانيشال لحد اول زيرو فيلوسيتي، من اول زيرو فيلوسيتي لحد تاني زيرو فيلوسيتي، من التاني للتالت وهكذا لحد ما اوصل لاخر زيرو فيلوسيتي، اخر انترفال بتاعي من الفاينل لحد اخر زيرو فيلوسيتي. كل واحده بحسبها في صوره ديسبيسمنت اهو دلتا اس واروح واخد المودلس. فاهمين يا شباب؟ فاهمين اقصد ايه؟ تمام يا دكتور. طيب دي كانت ملاحظه مهمه قوي. في ملاحظه ثانيه برضو عايزين ايه؟ عايزين نتكلم عليها، ملاحظه برضو مهمه قوي عايزين نفهمها. عايزين نتتبع مسار البارتكل ده ونعرف ليه غير اتجاه حركته، دي مهمه قوي برضو ان احنا ايه نفهمها. فحضرتك لو بصيت كده معايا هنا، لو جينا رسمنا شكل الحركه، طبعا انا اوريدي كان عندي الفي الفي كان ايكوال 3 تي سكويرد ماينس 6 تي، وطلعنا الاكسلريشن كانت بتساوي 6 تي ماينس 6. بس تعال نشوف شكل الحركه تم ازاي زي ما رسمناه قبل كده، بس عاوزين نعرف ليه الجسم غير اتجاه حركته. خلاص دي مهمه ليك انك تفهمها، يعني في واحد يقول لي ما احنا المساله حليناها خلاص، لكن انا عايزك تفهم ليه الجسم غير اتجاه حركته وايه اللي خلاه يتحرك في الاتجاه ده وهكذا. طب تعال نشوف كده، نتتبع واحده واحده. هو عند الاورجن عند تي ايكوال زيرو في لحظه البدايه كان موجود عند الاورجن. اوكي طيب هيتحرك يمين ولا شمال؟ لو فرض حتى ان انت مش عارف حته انه راح يمين او شمال او غير حركته او كده، لو انا جيت في مساله زي اللي قصادك دي قلت لك بارتكل بالمواصفات دي هيتحرك يمين ولا شمال؟ هعمل ايه؟ بمنتهى البساطه اي بارتكل دايما بيتحرك في اتجاه الفيلوسيتي بتاعته. بس طيب هعمل ايه؟ هحط التي هنا بزيرو في الفيلوسيتي. الفي اللي هتطلع لي لو بوزيتيف يبقى هيتحرك يمين، لو نيجاتيف يبقى هيتحرك شمال. هنا لما عوضت عن تي بزيرو طلع لي الفي بايه؟ بزيرو. الله، طب الفي طلعت بزيرو معناها ان الجسم مش هيتحرك؟ لا، الجسم لما تكون الفيلوسيتي بتاعته زيرو يبقى يتحرك وفقا للاكسلريشن. يبقى هنا الرول بتاعتنا دايما بتقول ايه؟ بتقول ان اي بارتكل بيتحرك دايما في اتجاه الفيلوسيتي بتاعته. طب لو الفيلوسيتي بزيرو في لحظه يبقى يتحرك وفقا للاكسلريشن. طب لو الفيلوسيتي والاكسلريشن الاثنين بقوا بزيرو يبقى الجسم يثبت ما يتحركش. فهنا ات تي ايكوال زيرو الفي بزيرو، لكن الاي لو حضرتك بصيت على الاي تلاقي الاي بنيجاتيف 6، الاي بتساوي نيجاتيف 6. نيجاتيف 6 دي يعني هيتحرك ناحيه الشمال، ده يفسر لي ليه هو فعلا راح ناحيه الشمال. طيب وهو بيتحرك ايه اللي هيحصل؟ خلي بالك هيحصل حاجه ظريفه جدا، هتبص تلاقي هو بدا من زيرو فيلوسيتي والاكسلريشن كانت نيجاتيف، خلاص الاكسلريشن كانت ايه؟ نيجاتيف، فالاكسلريشن هتقعد تزود السرعه بتاعته ناحيه الشمال، الاكسلريشن هتقعد تزود السرعه بتاعته من ناحيه الايه؟ الشمال، لحد ايه؟ لحد ات تي ايكوال 1. تي ايكوال 1 الاكسلريشن هتبقى بزيرو. لما الاكسلريشن تبقى بزيرو ايه اللي يحصل؟ الفيلوستي مش هيغير اتجاهه ولا حاجه، الفيلوستي بدل ما كانت بتزيد هترجع تقل، يبقى هيكمل في اهو
عند الـ A تساوي 0، إيه اللي بيحصل؟ ما بيحصلش تغيير اتجاه، بيحصل تغير في نوع الـ A من السرعة، من التزايد للتناقص. يبقى السرعة اللي كانت بتزيد أهو، كانت الـ acceleration هنا بتزود السرعة، بعد كده الـ acceleration بعد ثانية هتلاقيها قلبت إيه؟ نيجاتيف. فالـ acceleration النيجاتيف دي تقلل سرعته، تفضل تقل 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 لحد ما يوصل عند ثانيتين، ترجع الـ V بزيرو مرة كمان. طيب الـ V بزيرو مرة كمان هيقف؟ والله نشوف الـ acceleration. الـ V بزيرو يبقى بص على الـ acceleration عند ثانيتين، هتبقى 6 times 2 ب 12 minus 6، تبقى الـ acceleration هنا ب positive 6. الـ positive 6 دي تروح زق الجسم مرجعها ناحية اليمين وهكذا. يبقى هنا تتبع مسار البارتكل عن طريق الـ velocity والـ acceleration فهمنا حاجات كتير قوي. فهمنا ليه الجسم راح في الاتجاه ده، ليه رجع في الاتجاه التاني. وهنا لازم نركز على نقطة مهمة قوي، إن عند النقطة اللي عندها A بزيرو الحتة دي بيحصل عندها إيه؟ ما بيحصلش عندها تغير اتجاه حركة، لا، بيحصل تغير في إن السرعة بدل ما كانت بتزيد هتقل. يبقى لما الأكسلريشن تبقى بزيرو يحصل تغير في إيه؟ في السرعة من الإنكريز للدكري. لكن لما البي بزيرو يحصل تغير في اتجاه الإيه؟ في اتجاه الحركة. الحاجات دي يا جماعة ممكن تيجي في أسئلة نظري، يعني مثلا ممكن يجي يقول لك إيه؟ The velocity change its behavior from increase to decrease when، ودي لك أربع اختيارات. الأربع اختيارات دول مثلا S بزيرو، A بزيرو، V بزيرو، مش عارف. فأنت بتختار وفقا للإيه؟ للكونديشن المناسب للإيه؟ للجملة دي. فهي ببساطة لازم نبقى فاهمين كويس قوي إن لما الـ V بزيرو الجسم يغير اتجاه حركته، لما الـ A بزيرو يفضل مكمل في اتجاهه ما يغيرش، بس اللي يحصل ان السرعة تتغير، التزايد بتاعها يتحول لتناقص. دي ملاحظة مهمة قوي وجميلة جدا. واحد يقول لي هتفرق في حل المسألة بتاعتي؟ لا مش هتفرق في حاجة، بس انا بفهمها عشان اعرف شكل الحركة تم ازاي. الحاجة التانية اللي عاوزين برضو نشوفها اللي كنت بتكلم عليها من شوية، ان البارتكل هنا هو متحرك ناحية الشمال، الاكسلريشن بتاعته اهي زي ما حضرتك شايف كده، الـ t equal 0 الاكسلريشن بنيجاتيف 6، الاكسلريشن رايحه ناحيه الشمال وبتزود الفيلوسيتي. فهنا في الانترفال ده اهو، في الانترفال الاولاني ده بيحصل اكسلريتنج ويز نيجاتيف اكسلريشن. طب بعد ثانيه، بعد ثانيه الاكسلريشن بقت بصفر والاكسلريشن بقت بوزيتيف. الاكسلريشن بوزيتيف بس بتعمل ديسيلريشن للفيلوسيتي، قللتها ورجعتها زيرو. طيب بعد ما غير اتجاه حركته بقت الاكسلريشن بتاعتي بوزيتيف والفيلوسيتي بوزيتيف، فبقت هنا برضو بتعمل اكسلريت. ده يوضح لحضرتك النقطه اللي انا كنت بتكلم عليها في الاول، ان النوع الاكسلريشن ده حاجه والساين بتاعت الاكسلريشن ده حاجه تانية. والمثال قصاد عينينا اهو، ادي اكسلريشن نيجاتيف اهي اكسلريتنج ريت، وادي بوزيتيف اكسلريشن بس بتعمل ديسيلريتنج ريت. تمام يا شباب؟ اخر سؤال بقى عايز اقوله، في واحد ممكن يستغرب قوي يقول لك ايه، يقول لك ازاي في ثانيتين مش 4 متر والباقي ده ثانيه ونص مشي 10.125 متر؟ حد يعرف يرد على السؤال ده؟ عشان بقى اكسلريشن اكبر. لا مش كده، هي ما تتقالش كده يعني، عشان هو انت في الفترة الأولى كان الأكسلريشن مع الفيلوسيتي وبعد كده ضدته، بقت عكس الاتجاه، بعد كده في الفترة الأخيرة خالص كانت أيوة. الفيلوسيتي مع الاتجاه الأكسلريشن فزادت. تتقال بص، تتقال بالطريقة دي. أنا فاهم إن أنتوا فاهمين عشان إيه؟ عشان الأكسلريشن دي فاريبل، عشان الأكسلريشن اللي قصاد حضرتك دي فاريبل ما هياش كونستنت. الاكسلريشن الكونستنت زي ما هناخدها ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله، هناخدها كده كملخص سريع يعني. اكسلريشن الكونستنت هي اللي الجسم يروح مسافه في تايم ويرجع نفس المسافه في نفس التايم، دي في الكونستنت اكسلريشن اونلي. في الفاريبل اكسلريشن لا يشترط ابدا انه يمشي مسافه في تايم ويرجعها هي في نفس التايم، مش شرط او عمرها ما هتحصل.
ده تفسير انه ليه مشي في ثانيتين 4 متر بس وفي ثانية ونص مشي مسافة اكبر. ليه؟ السبب ببساطة زي ما انت قلته، انت قلته بس مش عارفين تعبروا عنها بشكل صح، عشان هي variable acceleration، عشان هي ايه variable acceleration. تمام يا شباب؟ ها حد ليه اي سؤال؟ هو النقطة اللي قبل دينا مش فاهم الميكانيكس بتاعها قوي، اللي هي